ما شاء الله. بإذن الله. بسم الله. بسم الله. يتنحوا بإذن الله. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام على قنوات مبادرة دستورنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وغيرها. في هذا العدد الجديد المخصص للحديث حول سبل الوفاق أو التوافق داخل الحراك من أجل الوصول إلى التغيير، ككل يوم أربعاء يكون معنا ضيفين يتقابلوا وجهات نظر تحهم تكون مختلفة ولا تتقارب. المهم نحاولوا معهم نفهموا كيفاش نقدر نوصلوا للتوافق وعبر أي طرق ولماذا لازم نروحوا نحو التوافق. اليوم في الحصة هذه راح يكونوا معنا ضيفين اللي هما السيد أنيس القامة والسيد مصطفى عطوي اللي راح حاضرين معنا، وكما كل أربعة ولو أنه بعض المتابعين لمبادرة دستورنا يعرفوهم وشافوهم، إلا أنه أنا نقترح دائما على الضيوف أنهم هما يقدموا نفسهم بنفسهم. الانطلاقة تكون معك سي أنيس القامة، تفضل قدم نفسك. السلام عليكم، شكرا للاستضافة. أنيس القامة 31 سنة، مختص في العلم النفس الاجتماعي ونعمل في ميدان الصحة يعني في العمل، ومناضل سياسي هذا ما كان. بنان هذا ما كان عاد فكرتني فيها أنيس دوكا. مرحبا بك أنيس، شكرا لي استجبت الدعوة تاعنا وراك حاضر معنا. أيضا الأستاذ مصطفى عطوي، مرحبا بك، تفضل أستاذ قدم نفسك. مرحبا، تحية للضيف الثاني السيد عطوي مصطفى، 6 سنة متقاعد من التكوين المهني، كنت أستاذ ناشط حقوقي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد طبعا الغير معتمد. شكرا للبيت الدعوة تاعنا أستاذ عطوي، وراك حاضر معنا اليوم. يكون تانيك حاضر معنا الأستاذ عثمان بن زاغو للتعقيب، واللي هو من بين مؤسسي مبادرة دستورنا. سي عثمان يا أخي راك تسمعنا، راك حاضر معنا. باش يكون حاضر معنا على بالي بلا حاضر اسكو يسمع فينا ولا لا، نظن انه يسمع فينا. معليش ننطلقوا في الحوار تاعنا اليوم وفي الحديث تاعنا. الميكرو تاعك عثمان، الميكرو تاعك. وي السلام عليكم، شكرا شوقي، بصراحه عليكم، مرحبا بكم برقاب الضيوف ومرحبا بالمشاهدين. شكرا. اذا نطلقوا في الحديث تاعنا اليوم حول سبل التوافق. السؤال الاول اللي نقدروا نطرحوه اليوم، هل اليوم لازمنا حتميه نروحوا للتوافق حتميا حتى يمكن أن نصل إلى الهدف المنشود من طرف الحراك اللي هو التغيير؟ أستاذ مصطفى عطوي. نعم هشوم، لازم ندير تحليل للواقع اللي نعيشه اليوم، خاصة بعد الثورة السلمية المباركة تاع 22 فبري وبعد جائحة كورونا وتوقف يعني الاضطراري للثورة السلمية اللي وخاصة المسيرات اللي كانت تمثل ضغط كبير على النظام السياسي. في هذه الفترة نشوفوا أن النظام والسلطة القائمة في الجزائر استغلت توقف هذه المسيرات وأعادت تشكيل نفسها، وكذلك نشوفوا بعد عودة خاصة نزار و وخروج رئيس دي ار اس السابق توفيق من السجن، يتبين لنا ان السلطه اجنحه السلطه حبت تصالحت فيما بينها، وهذا ضد الحراك وضد الثوره السلميه وافشال مسعى تغيير النظام. نظن ان اليوم ما عندناش حل اخر الا تجميع قوى الثورة السلمية للتغيير موازين القوى. اليوم حقيقة ما لازمش نكتبوا على أرواحنا وما لازمش نعطوا
يعني تفاؤل كبير للشعب الجزائري أن الحراك قوي وأن الحراك والحراك، لأن إذا ما شفناش ما درناش ديغنوستيك تشخيص الوضعية الحقيقية وفي الميدان كيف الحالة في الميدان، فالوصفة بطبيعة الحال تكون خاطئة، ونكون الحلول وما سوف نقوم به تكون أشياء خاطئة. ولذا لازم الإنسان يقيم روحه، كل شخص والله يقيم نفسه ويقيم الأوضاع والحالة الجزائرية حقيقة حتى نستطيع أن نبني على شيء مقتضى. أنا نظن أنه لا مفر من 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 التوافق، وعندنا إشكالية كذلك في الجزائر، فقدان الثقة، خاصة أن كثير من اللي راهم مسؤولين اليوم، وخاصة كثير من السياسيين اللي كنا نعتبرهم معارضين للسلطة، خانوا أمال هذه الأمة، خانوا أمال الشعب، وبالتالي فقدان الثقة في الطبقة السياسية وفي المجتمع المدني وكذلك شيطنة العمل السياسي، لأن النظام قام بعمل جبار وشيطن العمل السياسي، أصبح كأنه العمل السياسي يعني شيء يجرموا القانون. وعلى هذا أنا نظن اليوم التوافق أمر طبيعي وضروري، أولا خاصة لبناء جسر الثقة ما بين القوى السياسية وبين الشخصيات والمجتمع المدني كلش. ولكن قبل أن كثير من الناس ما همش ما يعني لربما التوافق ما عندناش نفس التعريف للتوافق، وما معنى التوافق ولماذا نهدف إلى التوافق. فيه أسئلة كثيرة لست أدري إذا من نجاوب عليها الآن ولا بعد أثناء الحديث، يعني نخلي لك ليك المناشط وتلي تتحرك. هكذا الساعة تبعت كلش عليا، المسؤولية تحطها على كتفي، معليش ما يكون غير خاطرك ماشي مشكل. سي أنيس القامة، بعت الحرح نحاول نجوب على جميع هذه الأسئلة، ولو أنه إذا أنا نسيت ما طرحتهاش تقدر تجاوب عليها بكل راحة أستاذ عطوية، ما تقتصرش غير على السؤال تاعي كما فعلت دوكا وتخرجت للتقييم الوضع وغيرها باش جاوبت على السؤال تاعي. نعم طرح عليك نفس السؤال أنيس القامة اليوم، هل يعني لإنجاح مسعى الحراك اللي هو التغيير لازم حتميا توافق، ولا نقدروا ننجحوه بدون توافق؟ يعني كي نتكلموا على التوافق ليس ضروري من الجانب الإيديولوجي، لأنه الجزائر كجميع المجتمعات في العالم عندها اختلافات إيديولوجية وعندها أقطاب إيديولوجية لتختلف في عدة مسائل، من حيث الجانب الاقتصادي هناك يسار ويمين، هناك عدة نظرات يعني مختلفة، هناك أيضا قطب إسلاموي وقطب حداثي، يعني قدر نتكلموا على هذه الأقطاب بدون أي خوف، وخارج أيضا مناورات النظام. ولكن الأهم هو أن نعرف أن هناك أولويات في كل ثورات العالم وفي كل تغيرات سياسية في كل المجتمعات، هناك أولويات. ما هي الأولوية الآن؟ ليس الخوض في والتخندق في اختلافات إيديولوجية، بل هي مواجهة عدو مشترك لكل المجتمع الجزائري، ألا وهو النظام الجزائري، لأنه يمنع من كل القوات الحية في المجتمع الجزائري من يعني المشاركة في الازدهار الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر. فالمشكل الأساسي هو النظام السياسي الحالي. ثم فيما يخص الخطوط العريضة للتوافق الحالي، وأنا لا أسميه حتما توافق، بل أسميه في بعض الأحيان نستعمل عبارة وقف إطلاق النار مع بعض الأشخاص، لأنه كان ناس ما زال ما فهموا بلي لازم نوقف إطلاق النار الإيديولوجي وليس النار يعني المادي، إيديولوجي في الأفكار، لازم الناس تستعقل شوية، لازم الناس تفهم بلي الوضع السياسي ليس مثل الوضع في الثمانينات والتسعينات، وكل ما رأيناه من تطرف في عدة اتجاهات الثمانينات والتسعينات. الناس على ما أظن أكثر توافق الآن في 2020، وفهمت باللي
للذهاب إلى ديمقراطية حديثة يستوجب أن يكون على الأقل التفاهم على مبدأ المجتمع وعلى مبدأ يعني المجتمع المدني وعلى مبدأ الجزائر المدنية. يعني على الأقل رانا متفاهمين يعني 90% من ما يشكل الحراك حاليا متفاهم على أنه الجزائر اللي راح تنتج ولا تنتج من طرف الثورة الجزائرية سوف تكون مدنية وديمقراطية. ما يعني أنه الجزائر أو ماذا تعني الدولة المدنية؟ هو أنه تكون ديمقراطية، يكون الحكم للشعب، يكون احترام للأقليات مهما كانت الأقليات العقائدية وإلى آخره والثقافية، مع أنه ما كاش حسب رأي يعني أقليات ثقافية في الجزائر، لأنه ما عندناش هجرة كبيرة من طرف بلدان، يعني عندنا الهجرة صغيرة من طرف الصين ومن طرف البلدان جنوب الصحراء في إفريقيا، ولكن تعد ضئيلة ومجتمع متجانس. إذن عندنا كل المكونات في الجزائر الآن باش نقدروا يكون عندنا توافق، وهو الدولة المدنية. وش رانا نتفاهمين الآن في الجزائر هو الدولة المدنية. إذن دولة حتما ليست ديكتاتورية عسكرية، وحتما أيضا ونظن باللي كاين بزاف ناس متفاهمين وربما نقدروا نتناقشوا مع الأخ مصطفى عطوي، ليست ثيوقراطية. نخلي الكلام على هذه المسألة هذه. شكرا سي أنيس. إذا نعود نرجع معك سي مصطفى عطوي. أنيس راه مد لربما نظرة تاعو تاع التوافق. إذا أنت طرحت سؤال اللي هو ما هو تعريف توافق، ما معناه وما أهدافه. إذا تقدر تفضل تعطينا رأيك في هذه النقاط هذه. معليش أنا بالنسبة لي حتى باش نرجع عالضيف، أنا نظن الدولة الدينية الناس نساتها، ما عندناش إشكال في هذا. حتى الأقطاب والناس معروفين تاع التيار الديني لا ينادون بهذا بالأمر هذا. نظن أن الإيديولوجية الشعب، الوعي اللي وصل له الشعب الجزائري خلى وأفشل كل يعني مسعى السلطة باش يجرنا لهذا الخلافات الإيديولوجية. هذا يعني باش نطمئن الأخ اللي هو في المهجر وله كل الحقوق مثله مثل كل الجزائريين سواء هنا ولا هناك، احنا بحاجة إليهم وما بحاجة إلينا. نظن أنا هذا ما فيش تخوف، اللهم إلا بعض من أقطاب العملاء اللي يعملوا بعض الجهات في السلطة ينشروا هذه الأفكار لإفشال الحراك وبث التفرقة ما بين الشعب الجزائري. أنا نظن التوافق بالنسبة لي هو مصطلح يظهر لما تكون يعني المجتمعات تعيش في أزمات، هنا يظهر هذا المصطلح التوافق. لما ما تكونش يعني أزمات والله يكون حياة ديمقراطية عادية، يكون أمور أخرى اللي يسموها التحالف السياسي بين أحزاب والله الأخر، مثلا تكوين أغلبية برلمانية تسمح بتكوين حكومة ائتلافية لتحقيق يعني برنامج مشترك. أما في الحالة الجزائرية ونحن عندنا أزمة متعددة الجوانب، هنا يظهر التوافق. نقولوا لماذا التوافق؟ أولا التوافق لأن أنا نهضر من ناحية الميدانية وشان نعيش الواقع الجزائري مش بلغة أكاديمية. الواقع الجزائري وصلنا، أنا شخصيا وصلت إلى نتيجة أنه في الجزائر لا يمكن لأي تيار مهما كان قوة هذا التيار أن يستطيع أن يغير النظام الجزائري لوحده، وبالتالي لازم تغيير قوة، ميزان قوة يصبح لصالح الثورة الرسمية. كيفه؟ بالتوافق. لهنا نقول الهدف تاع التوافق هو تغيير ميزان القوة حتى نستطيع يعني تغيير النظام. التوافق على ماذا؟ فيه مبادئ وأساسيات لفوندامونتو، فيه مبادئ اللي تخلينا نتوافق عليها ونجع خاصة إن هل التوافق يكون كيف إدارة الصراع وندير استراتيجية إدارة الصراع مع السلطة،
وهذا هي يسمى التوافق في مرحلة الصراع، في مرحلة الثورة السلمية. كذلك التوافق من بعد إذا أسقطنا النظام، التوافق على المبادئ التي يقوم عليها النظام المزمع تأسيسه بعد إسقاط، بعد إسقاط النظام، بعد التغيير الجذري للنظام. وفي هذه الحالة في الحقيقة الحراك والشعارات المرفوعة، الشعارات اللي رفعت الحراك، هذه هي اللي المبادئ التي نؤسس عليها ويؤسس عليها التوافق. وانا سمعت يعني زعماء التيار الديني القوي هنا في الجزائر يتكلم على هذه الأمور، هي التغيير الجذري للنظام يعني سلمي، الديمقراطية كنمط للتسيير، الحريات وهي الأساسيات، هي الحريات الفردية الجماعية، الحرية يعني في تأسيس الجمعية والأحزاب، القضاء المستقل. يعني بالمختصر المفيد هو بناء دولة الحق وبناء دولة القانون، دولة المؤسسات، ما هيش دولة الأشخاص. هذا هو اللي يتفق عليه الجميع. لماذا التوافق؟ حتى يكون هناك ثقة، لأنه للأسف الشديد كان التيار العلماني أو اللايكي والله يخاف ما عندوش ثقة في التيار الديني، والتيار الديني ما عندوش ثقة. التوافق هذا يجعل يبني ثقة ونخلق يعني ثقافة أولا الحوار، نبني جسر الثقة ما بين الشعب، أبناء الشعب كامل. ولما وبدون ثقة، والشيء اللي الأساس اللي خلى لربما المحاولات التفاهم والتوافق ما تحصلش ما بين القوى السياسية في الجزائر وبين المجتمع المدني والأشخاص، هو انعدام الثقة. انعدام الثقة زيادة إلى الأنا وحب الزعامة. أنا أعتبر أنه نفس المشاكل اللي عاشتها الثورة التحريرية في قبل اندلاع قبل 54 هي نفس المشاكل اللي اليوم راها تظهر اليوم. لما نتكلم كذلك على التوافق، التوافق لنعتبر أن التوافق حصل ما بين قوى سياسية في الجزائر على نقاط مجمع، يعني كل النقاط اللي تجمعنا نتفق عليها ونترك جانبا كل ما يفرقنا، كل الأمور التي نختلف عليها نتركها إلى ما بعد تغيير النظام، وتكون عندنا دولة ديمقراطية مبنية على أساس القضاء قلنا المستقل، دولة القانون والمساواة. في هذه الحالة كل واحد يدافع عن الأفكار تاعه، والتوافق لا يعني أني أنا أنسهر ولا أن أترك مبادئ وضميري وأنسهر في يعني في الإيديولوجية نتاع الآخرين. التوافق يعني أن نتفق على جانب وش يجمعنا، وش نختلف عليه نخلوه إلى بعد بناء الدولة، تكون عندنا الحريات، وكل إنسان يقدر في هذه الحالة يناظر بكل حرية، ويكون عندنا إعلام كذلك حر ماشي إعلام بروباغندا تاع النظام. هذا هو بالنسبة لي بصفة مختصرة هذا هو وش نفهم في التوافق. شكرا لك سي مصطفى. سي أنس القامة، هنا سي مصطفى حكينا على مرحلتين هامتين اللي هي مرحلة الصراع ومرحلة ما بعد إسقاط النظام، توافق خلال مرحلة الصراع وتوافق خلال مرحلة ما بعد إسقاط النظام. هل تشارك هذه النظرة ولا عندك نظرة أخرى حول هذا التوافق؟ لا يعني شارك الرأي الأخ مصطفى عطوي في معظم النقاط اللي أعطاهم. مدبك رأي آخر أيضا على هذه المرحلتين، هو أنه في المرحلة ما قبل إسقاط النظام هناك أجزاء من المجتمع، هناك ناس في المجتمع الجزائري، باش ندخلوا مباشرة في النقاط اللي ربما تثير جدل في المجتمع الجزائري، فهو وجود بعض الناس في المجتمع الجزائري ما زالها متأثرة من ما جرى في التسعينات وما رأينا في التسعينات وإلى آخره، من جهة أخرى يعني من جهة النظام ومن جهة بعض الناس اللي بخطابات ربما أثرت في المأساة التسعينيات. هي المسألة الجوهرية بعض المشاكل اللي رانا قابلينهم الآن، لأنه لو كان نقارنه مع تونس
التجربة التونسية عندها الشيء الإيجابي هو أنه قدروا يلحقوا إلى توافق بطريقة سريعة، لأنه ما كانش المشكل تاع ما جرى في التسعينات وإلى آخره، وما جرى في يعني من مأساة في الشعب الجزائري. ولست هنا للكلام على يعني لإعطاء خطاب تاريخي ولا لتفسير ما جرى ولا إعطاء مسؤوليات، ولكن في الجزائر الناس نوعا ما متخوفة من هذه المرحلة. أنا وش نقول للناس فيما يخص هذه المرحلة؟ نقولهم باللي العالم راه مختلف على وش كان تعينا. الناس رانا في جيل آخر، رانا في نظرة أخرى للعمل السياسي. التوافق اللي رانا نتكلم عليه نقدر نوجده في القطب التقدمي ولا الحداثي كما نسموه، ولا في بعض الأحيان اللايكي، ونقدروا نلقاوها أيضا في القطب الإسلاموي. يعني ما ندخلوش في التسميات ولا شكون عنده الحق شكون ما عندوش الحق في هذه الأشياء، ولكن رانا نشوفوا باللي الناس راهي تتكلم وراهي تتناقش وراهي تحاول تلقى الجسور هذوما تاع التوافق. والدليل على ذلك هو أنه في عدة أحيان في مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا ناس ينتميوا إلى أقطاب مختلفة يتكلموا على هذا الجانب هدايا، ويتكلموا ليس بنظرة تاريخية ولكن بنظرة مستقبلية على وش نقدروا نبدو فيما بعد في الجزائر الغد. وفي معظم الأحيان تتفاهم على ما يسمى كما قلت من قبل الدولة المدنية، يعني الحقوق والواجبات لكل المواطنين، المواطنة ك يعني ك ك كيفاش نقول ك كأساس يعني بناء المجتمع الجزائري، وأنه كل جزائري حسب المواطنة تاعه يعني بالحقوق والواجبات، وباللي كل واحد يحس باللي حتى إذا القطب الآخر ولا الجهة الأخرى نالت ولا فازت في الانتخابات، على بالها باللي كما قال الأخ المستشار تقدر تخلي الجهة الأخرى تقوم بعمل سياسي وتحترم العمل السياسي ولا الجمعوي ولا الايديولوجيه تاع الجهه الاخرى. نظن باللي اكثر فاكثر بالرغم انه مازال هذيك يعني الاحداث هذوك اللي صراو في التسعينيات مازال تاثر في عقول الناس، ولكن رانا بدينا نتجاوزوه، مع انه النظام مازال يلعب على الاوتار هذوما، على اوتار التفرقه ولا اوتار الفتنه بين الشعب الجزائري، ويستعمل هذوك الخوف هذاك اللي عنده الشعب الجزائري وأجزاء من الشعب الجزائري لإثارة الجدل الغير الجاد. لأنه أنا وش نقول دائما للناس، نقولهم باللي الفترة تاع التسعينيات لازم الناس مختصين في التاريخ يخدموا العمل تاعهم بطريقة جادة وبطريقة حيادية، ويمدوا المسؤولية لكل شخص. وأنا نظن باللي المسؤولية راهي متعددة في أزمة التسعينيات، وهذا رأيي الشخصي. ولا يصلح أنه الآن، وهذه من جانب العملي، نظن باللي الآن وأنا من الأشخاص اللي يقوموا بعمل في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا ما نحبش كي الناس تبدأ تدخل في التسعينيات وتبدأ تستعمل هذا التاريخ هذا الجزائري لصالحها، لصالح الرؤية تاعها الإيديولوجية، وترمي المسؤولية على جهة منعوت جهة أخرى. يعني هذا ماش حيسهل العمل لجمع جميع يعني التيارات في الجزائر، ولا على الأقل باش نقدروا نخلوا ناس تكلم بيناتها. وهذا كاين ناس يعني من جانب الإسلاموي اللي يتكلموا اللي ما زالهم شادين في التسعينات ويقولوا باللي فزنا في الانتخابات وحقرتونا وإلى آخره وكل هذا الكلام هذاك. وكاين ناس أيضا لائكيين اللي يقول لك باللي لو كان خليناهم يفوزوا، لو كان رانا أفغانستان، لو كان راي الدولة حقرتنا وإلى آخره. يعني كين هذا الخطاب المستقطب من الجهتين لأنا يا مدابية ما نسمعوش الآن، لأنه هذا يخلي يعني النظام الجزائري يستعمل هذا الاستقطاب هدايا لإفشال الثورة. هذا رأيي الشخصي فيما يخص المرحلة قبل إسقاط النظام. بعد إسقاط النظام أنا نظن باللي لازم نروحوا إلى حكم تشاركي. لازم الناس اللي راح تفوز في انتخابات سواء تشريعية، أنا في التشريعيات يعني رانا نسبقوا شوية الأحداث ولكن دخلتوا في هذه المرحلة دي معليش نتكلم عليها، رأيي الشخصي
وانه في التشريع اذا كاين تشريعيات لازم نقوموا بالنسبيه لا بروبورسيونيل، ما لازمش جهه تاخذ بالحكم بصفه يعني شامله وما تخليش جهه اخرى تتكلم في البرلمان والى اخره. واذا رحنا الى رئاسيات لازم الحكومه اللي تنتج من طرف الثوره لازم تكون توافقيه، وهذا لحمايه الثوره، لانه النموذج التونسي ورانا الثوره المضاده صعيبه باش نشوفوها وصعيبه باش نتعاملوا معها. في تونس باش ناخذوا كمثال نداء تونس مع باجي جيد السبسي والى اخره اللي كانوا الناس في الار سي دي وكانوا في نظام بن علي، عاودوا ولاو على الساحه في الساحه السياسيه، خداو بزمام الامور في تونس، سرقوا نوعا ما الثوره التونسيه، والثوره التونسيه خدات حوالي 10 سنين ولا 11 سنه باش تقدر تخرج من نظام بن علي. حنا لازم لنا نحميو الثوره تاعنا بتوافق ايضا بعد الثوره، وهذا رايي الشخصي. يا لو كان في بعض الاحيان نتفاداو بعض المسائل الايديولوجيه، هذا رايي شخصي، كاين ناس اللي ما تشاطرنيش في الراي هذا تقول لازم مباشره بعد الثوره نخوضوا معركه ايديولوجيه، انا من بعض الناس اللي يقولوا بلي لازم نروحوا لها بالعقل، لازم ناخذوا كاش 5 سنين ولا 10 سنين نهدوا الامور نكملوا ربما باتفاق ولو كان اتفاق جزئي باش نقدروا نحميو الثوره تاعنا ونحميو روحتنا من الثوره المضاده. شكرا سانس القامة. سي عثمان بن زاغو تحب تقدم إضافة؟ شكرا شوقي، شكرا للضيوف. سمعنا اليوم توافق على بعض المبادئ التي يمكن على الفاعلين وعلى الناشطين أن يحطوها في الساحة باش يبنيوا الجزائر الجديدة، الجزائر اللي يطمح عليها الحراك، يطمح عليها الحراك. سمعنا باللي في مرحلة كما إدارة الصراع بين السلطة كاين توافق كبير بين الأستاذ عطوي وش راه يقول الأستاذ القمع حول ضرورة حل موازين القوى وضرورة الاتحاد والتوافق لإدارة هذا الصراع مع السلطة. الآن ربما شفنا سمعنا بعض البتيت ديفيرانس، بعض البتيت نيوانس بين وش كان يقول الأستاذ عطوي وش قال الأستاذ القامة حول كيف يتم إدارة ما بعد مرحلة الانتقالية، ما بعد مرحلة إسقاط النظام. اسمح لي الآن ربما نظرات على الأستاذ القامة هي أن يجب أن يكون توافق لمدة ربما طويلة 15 سنين لإدارة حكومة انتقالية تنبع من رئيس أو تنبع من برلمان، هذا وش سمعنا من سي قامة. والآن ربما هذا المحور، هذا المسار اللي راه يقولوا سي أنيس ربما مازال ما تكلم عليه سي عطوي، ربما هاد الفترة، هاد المنهجية باش تدار هاد المرحلة الانتقالية هي ربما أساس ربما بعض الرؤى في الحراك المتناقضة والمختلفة حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية. والآن ربما يجب علينا أن نكملوا في هذا الحوار باش نشوفوا إذا رؤية الأستاذ عطوي والأستاذ القامة في إدارة المرحلة الانتقالية رؤية تقدر تلقى نوع من التوافق حول المضمون، حول ما هي المرحلة الانتقالية ومضمون المرحلة الانتقالية، ما هي كيفية إعادة بناء المؤسسات تاع الدولة الجديدة، أو كيف يتم الرجوع إلى الشرعية الشعبية عن طريق ولي إدارة ماذا؟ هل هي الرجوع إلى الشرعية الشعبية لإدارة هذا التغيير المؤسساتي، أو لإدارة تغيير للأشخاص للحكام من أجل تغيير ربما
المشاكل ولأجل حل المشاكل اللي يعيشها الشعب الجزائري. ربما نقدروا نزيدوا في هذا الحوار باش نفهموا ما هو ما هي النظرة تاع الأساتذة معنا باش نشوفوا إذا هذا المحور كيفاش نبدلوا المؤسسات. كما قال السي عطوي الشعب راه طلب بتغيير نمط الحكم والمؤسسات اللي راهي الآن تسلطية في البلاد باش تكون عندنا دولة الحق، دولة القانون، دولة المؤسسات، الحرية مضمونة، ويتم عن طريقها أم بعد حل مشاكل تاع الجزائريين. هاد ربما هاد كيفية هاد البناء هاد المرحلة هادي تاع المؤسساتية ربما قادرين نشوفوا ما حب يقول الأستاذ عطوي والأستاذ القامة حول كيفية هاد التغيير. أستاذ عطوي، السؤال مطرح من عند الأستاذ بنزاو. شوف الإشكال، برك الإشكال اللي قلت لك كامل هي المشكل الكبير اللي حاصل اليوم بين القوى السياسية والانعدام عامل الثقة. كما قال ضيف منذ قليل، هذا راجع لربما لما حصل في التسعينيات. فيه كثير من الناس راه تقوم بربط يعني ما بين التيارات العلمانية والتيارات الدينية الغالب هنا في الجزائر باش يكون حوار. إذا خلق هذه ثقافة الحوار تكون ثقة. إذا كان رجع الجزائريين رجع ثقة ما بين الجزائريين فتسهل يعني باش يكون هناك توافق. احنا نقولوا نقسموا التوافق أولا، إذا كان نتوافقوا على كيف ندير الصراع مع السلطة، هلك كيف نناضل مع بعض. احنا يا إذا توافقنا على كيفية إدارة الصراع مع السلطة، فبالتالي هنا راح نشكل قوة ضغط، خاصة إذا كان هناك نشوف يعني ميدانية كيف يكون ذلك، كيف نأثر على السلطة ونجبرها على الأقل لباش تدعو إلى التفاوض. أنا مع التفاوض، ولكن التفاوض فوق الطاولة مشي تحت الطاولة، التفاوض بشفافية على أسس، يعني ما نتفاوضش على الحريات. الحريات هذه مبادئ مفروغ، ما نتفاوضش على حريات، نتفاوض على كيفية تسليم التغيير السلس للسلطة، كيفية يعني ببناء قلنا دولة المؤسسات. وعلى هذا الأساس، إذا كان هذه القوى السياسية تمكنت من التفاهم فيما بينها ونضت وكان عامل ثقة ونضت مع بعض، هناك كذلك يتم التوافق على مرحلة ما بعد إسقاط النظام. وهنا نأخذ بعين الاعتبار كل التخوفات اللي قالها الأخ من قبل، هو الشيء اللي حاصل في تونس. احنا لربما في عندنا حظ، الجزائر عندها الحظ انه فيه الثورة المصرية والثورة التونسية. ناخذ كل هذه التجارب تاع الثورتين المصرية والتونسية، حتى الإخوة التونسة استفادوا فيما حصل بالثورة المصرية. ناخذ بعين الاعتبار كل، وخاصة وانا ناخذ بعين الاعتبار كذلك انه الجانب أوروبا الغرب ماذا بهم تكون قوة واحدة على المتوسط، ما يكونش قوتين، ماذا بهم أنه تبقى شمال إفريقيا والمغرب العربي يبقى ضعيف، قوة أوروبا في ضعف المغرب العربي، وسوف يكون الغرب سوف يعمل المستحيل باش يكون ثورة مضادة لإجهاض التغيير السلمي للجزائر. كل هذه المعطيات لازم أن تأخذ بعين الاعتبار. القوى السياسية الفاعلة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عندما يعني نأتي إلى التوافق. أنا أظن أنه التوافق كذلك على المرحلة الانتقالية، وتبدأ وكم هي مدة المرحلة الانتقالية. في طبيعة الحال عند التغيير أي نظام مستبد فلا بد من
مرحلة انتقالية لإعادة بناء المؤسسات. ولهذا احنا نقول المرحلة الانتقالية أولا مدتها، كذلك المؤسسات المرحلة الانتقالية، ما هي المؤسسات اللي تكون في المرحلة الانتقالية. فإذا توافقنا على هذه الأساسيات، أن ننظر تبقى يعني شيء ما عندوش أهمية من يقود المرحلة الانتقالية. إذا كان توافقنا أولا نقول على مدة المرحلة ومؤسسات المرحلة الانتقالية، وكيف ثاني تقوم هذه المؤسسات المرحلة الانتقالية. نظن أنا إذا كان توافقت القوى السياسية على هذه الأساسيات الثلاث، فمن يقوم المرحلة الانتقالية تكون شكلية طبيعة الأمور أخرى. وإذا كان تفضلتم من بعد نشرح يعني المؤسسات المرحلة الانتقالية والمرحلة الانتقالية كيف تكون، هذيك من بعد نكون نشرح بالتفصيل كيف يكون شكرا استاذ عطوي. نعم سي انيس القامه، نبداوها مرحله بمرحله. اداره الصراع، الاستاذ عطوي يرفع النقطه لا رجوع فيها، واللي هي الحريات، الحريات الفرديه والحريات الجماعيه. اليوم هل من بين الاشكاليات هي انه نعرفوا هذه الحريه هذه اللي الجميع راهو يطالب بها. مسألة الحريات الفردية والحريات الجماعية لابد أن نتكلم عليها، ما كان حتى مشكل ونتفهم عدة أشخاص في المجتمع الجزائري تطرح هذا السؤال وتقول من جانب الحريات الفردية والجماعية وش نربح بهذه الثورة. يعني سؤال نوعا ما يبدو غريب لعدة ناس يعني في الجزائر اللي رامي يسألوا من أكثر من جانب الاقتصادي ومن جانب محاربة الفساد وإلى آخره، ولكن كاين جزائريين أيضاً يتسألوا على الثورة الجزائرية في مبدأ الحريات الفردية والجماعية. أنا نظن أنه أضعف الإيمان هو ما لازمش نتراجعه على ما هو حالياً. على بالي بلي كاين كثير من الناس من الجهة التقدمية يقدروا ينتقدوني من هذه الجهة، ولكن إذا احترمنا الدستور الجزائري الذي ينص على أنه كاين مساواة بين كل الجزائريين بدون أي اختلاف بين الجزائريين، رانا ربحنا كثير. يعني حتى الدستور الجزائري وبعض المواد تاع الدستور الجزائري لو كان طبق بطريقة واضحة نقدروا نشوفوا بلي في الجزائر هناك حد أدنى من الحريات اللي لازم ما نتراجعوش عليها. على بها قلت بلي لازم يكون توافق بلي من جانب الحريات سواء كانت شخصية أو جماعية، إذا ما حققناش تغيير ولا قفزة نوعية من حيث الحريات، على الأقل ما نحقوش رجوع إلى الوراء. وهذا ما يتخوف، وهذا هو تخوف بعض الناس في الجزائر. والسؤال يطرح يعني بدون أي إشكالية، أنا أنسب ولا ينسبوني الناس إلى القطب الحداثي، وتكلمت مع عدة أشخاص من القطب الإسلاموي وتكلمنا على هذه الأشياء هذوما، وتكلمنا على عدة أشياء فيما يخص الحريات الفردية والجماعية، وطحنا على أنه ما تراجعوش على ما هو الحال الآن في الجزائر. وما بعد الثورة يعطى الحق لكل الناس مهما كانت رؤيتهم، مهما كان اتجاههم الإيديولوجي، للعمل بكل حرية في الساحة السياسية. لأنه ما نقدروش في القرن 21 نتعاملوا بمعايير أخرى من غير معايير القرن 21. يعني حتى ولو كان نريد أن نكون جزيرة منعزلة من العالم ونعمل ثورة ونقوم بثورة لكي يكون لدينا نموذج مختلف على باقي العالم، إلا وأننا متعلقين بباقي العالم، متعلقين رغبا
أو يعني حبينا ولا كرهنا رانا متعلقين بباقي العالم. إذا ما نقدروش نتعاملوا بطريقة اللي تخلينا نكونوا منعزلين. العزل على بقية ما يجري في العالم خطير جدا، ولكن هذا لا يعني أنه لازم نتنازلوا على كل ما هو جزائري. يعني في هذا النظرة هذه أنا عندي نظرة حديثة لما يجب أن يكون عليه أو ما تكون عليه يعني الدولة الجزائرية، دولة تواكب تغيرات العالم الحالي، دولة تواكب من جانب سواء كان من جانب الاقتصادي أو أيضا من جانب الحريات الفردية، لأنه كان عديد من الناس يفرقوا التطور الاقتصادي وتطور الحريات الفردية، ألا وأنه وجهان لعملة واحدة. يعني كل ما نراه من تغيرات في إطار الحريات الفردية والجماعية هي متعلقة بالثورة الاقتصادية اللي جرت في أوروبا ثم جرت في باقي العالم، ونحن لسنا منعزلين على باقي العالم. والإسلام يدعينا إلى الاجتهاد وإلى العلم وإلى تواكب مع الوقت الحالي، وخاصة مع الاجتهاد ومع اجتهاد يعني تطبيق الرؤية أيضا إسلامية مع الوقت الحالي. وربما نحن بحاجة إلى علماء في الدين أيضا كي ينيرونا في هذا الواقع أيضا، ولكن النظرة ما تقدرش تكون على سبيل المثال نظرة السلفية. نظرة السلفية ليست قابلة لتطور الجزائر وليست قابلة لازدهار الجزائر. يعني أنا شخصيا نقدر نقول باللي كل ما هو متطرف من هذه الجهة، وربما راح نقول في نقطة تثير الجدل، لا يستطيع أن يواكب التغيرات التي سوف تجرى في الجزائر بعد سقوط النظام. على بها الآن نشوفوا باللي المجموعة هذه اللي يسموها السلفية راهي تساند النظام، لأنه على بالها باللي ربما في الجزائر الغد تقدر تفقد في مصداقية تاعها، لأنه تشوف اللي ما رايش تواكب تغيرات المجتمع الجزائري. وأنا لا أقول أنه يجب أن يكون تقليد أعمى لأوروبا ولا للمجتمعات الغربية، ولكن على الأقل نكونوا برك ما نتراجعوش على وش عندنا الآن. هذا فيما يخص الحرية سي أنس. نقطة أخرى كان رفعها الأستاذ عطوي واللي هي التوافق حول أنه التفاوض يكون بشفافية تامة أمام العلن، والتفاوض يكون على شيء واحد ألا وهو كيفية يعني تنازل عن السلطة من طرف الناس اللي راهم شادين السلطة، يعني اللي راهم شادين الحكم، كيفاش يتنازلوا عن الحكم، كيف التنازل عن الحكم من طرف السلطة. ما هي أيضا نقاط اللي تشوفها أنت يا أساسية في التوافق في مرحلة إدارة الصراع؟ أوكي، فيما يخص يعني الجانب الشفافية لازم دائما تعملوا بشفافية. هذه يعني ما كيفاش نقولوا، ما نقدروش نغيروا النظام إلا إذا غيرنا الأساليب النظام، إذا تعاملنا بين أطراف الثورة بطريقة غامضة وبطريقة يعني فيه غموض وإلى آخره، فنحن نغير نظام للإتيان بنظام آخر أكثر غموض وأكثر طغيان وإلى آخره. يعني لابد أن تكون شفافية فيما بيننا، يعني فيما بين أطراف الحراك عفوا، وأيضا في التعامل مع النظام السياسي. والنظام الحالي سوف يعني راح يحاول يتعامل مع بعض الأشخاص، وربما يعني في بعض الأحيان قدر يتكلم مع أطراف تاع الحراك وجلب ليه بعض الأشخاص اللي كانوا في الحراك سابقا وراحوا في مبادرات تاع ما شفناها في المسار الجديد وإلى آخره. وشفنا باللي كي يكون النظام يتعامل بهذه الطريقة هذه اللي ما فيها شفافية مع الناس تاع الحراك، راح ينتج شيء اللي ما راح يحترموا الشعب. الشعب الآن راهو بحاجة إلى شفافية، إذن هذا الشيء مفروغ منه، راني موافق 100%.
مع الأستاذ مصطفى عتوي، ولكن السؤال الآن الذي يطرح هو أنه هو مسألة تايمينج ومسألة توقيت للذهاب إلى المفاوضة. نحن لسنا أظن أن كل أقطاب الحراك الجزائري ليسوا لحل لا يتقبلوا حل عنفي، فلما نتكلم على حل يعني مختلف على الحل العنفي فهو حل توافق وهو حل تحاور على أصح القول. إذن هو مسألة التوقيت، نظن باللي حاليا التوقيت ما روش لصالح الحراك، لأن النظام ما وراش يعني نية صالحة للتفاوض الحقيقي مع الحراك، ومن جانب آخر موازين القوى لا تلعب لصالح الحراك بطريقة يعني 100%. نشوفوا الآن باللي نوعا ما الحراك ما زال ضعيف، القوة الشعبية ما زال ما استرجعت كل قوتها في الشارع، لأنه يعني بسبب الكوفيد وإلى آخره والأزمة الصحية. إذن ما قدروش نتكلموا الآن على موازين القوى للذهاب إلى التفاوض. نقطة أخرى واللي ذكرها أيضا أستاذ مصطفى عطوي هو الميكانيزمات لإحداث التغيير والإحداث يعني التغيير السياسي والتوقيت وإلى آخره. كانوا عدة مبادرات منذ بداية الحراك حتى الآن اللي تقول باللي لازم نوعا ما بين 6 أشهر عام إلى عامين للتغيير لبداية التغيير السياسي، يعني لازم يكون هيئة اللي راح تشد الجزائر، اللي راح تحكم الجزائر على الأقل لمدة 6 أشهر عام أو على أكثر عامين. هذه الهيئة هذه تقدر تكون على شكل هيئة رئاسية، يعني بريزيديوم هيئة رئاسية. هذا يعني أنه ناخد الناس فيهم توافق شعبي، وهذا صعيب باش نعرف الناس اللي عندها توافق شعبي، وهذا سؤال آخر، اللي تقدر تقود هذه المرحلة هذه، يعني تقوم بنوعا ما عمل اللي تقوم به حكومة، وعلى الأقل رئيس جمهورية، يكونوا 4 أو 5 أشخاص. نظن باللي لازم ناخذ ناس من عدة تيارات سياسية يعني، وأيضا نساء ورجال، باش يقدروا يقودوا هذه المرحلة هذه. من بعد إما نروحوا إلى مرحلة انتقالية اللي فيها نوقفوا عمل البرلمان وننتخب مجلس تأسيسي جديد لإعادة صياغة الدستور الجزائري، إما عندنا نظرة أخرى اللي هي الذهاب إلى رئاسيات وانتخاب رئيس جديد. كل يعني كل من الاستراتيجيات الاثنان هذوما اللي ذكرتهم فيها سلبيات وإيجابيات. إذا رحنا إلى مجلس تأسيسي هناك بعض الأشياء تقدر تعرق العمل المجلس التأسيسي، وهو الاختلافات الإيديولوجية في بعض النقاط. وتونس يعني دائما نتكلم على النموذج التونسي لأنه نموذج قريب لنا سياسيا وثقافيا وإلى آخره، كانوا عندها بعض المشاكل في إطار مجلسها التأسيسي فيما يخص الحقوق ومساواة الرجال والنساء وإلى آخره، وقعوا في بعض الورطات اللي عرقلت العمل تحهم وكادت يعني تدمر الثورة تحهم في 2013. ومن جانب آخر، إذا عودنا انتخبنا رئيس جمهورية بنفس صلاحيات الدستور الحالي فسوف ننتخب رئيس بصلاحيات أمبراطورية، يعني أمبراطور عفوا، ولكن يكون لديه عدة صلاحيات. إذن لازم الاجتهاد في المسائل هذو، ما كاش مسألة اللي فيها يعني ما كاش حل اللي هو فاضل، ما كاش حل اللي راح يمد لنا 100% من الإيجابية. راح نوقعوا في مشاكل، ومن بينها كما قال الأستاذ مصطفى عبوي مشكل الثقة، لأنه كاين بعض الناس ما شحن يديروا الثقة فيما بعضهم في مجلس التأسيسي. إذن السؤال يبقى مطروح. شكرا سي أنيس القامة. نعود نرجع معك سي مصطفى عطوي. إذن كي ندخلوا في مرحلة ما بعد إسقاط النظام، وبأخذ النظر أنه كان هناك توافق في إدارة الصراع اللي وصلنا إلى مرحلة ما بعد إسقاط النظام، هذا التوافق يأخذ بعين الاعتبار البعد الجيوستراتيجي للمنطقة وكل ما فيه من
من مصاعب وتلاعبات اللي تقدر تقيس الثورة وهدف الثورة اللي هو الوصول إلى التغيير وبناء دولة القانون والعدل. من بين النقاط المهمة اللي ذكرتها هي أنه نكون توافق على المؤسسات اللي راح تقود المرحلة الانتقالية. حسب رأيك هذه المؤسسات وشنو هي هذه المؤسسات اللي راح تكون تقود المرحلة الانتقالية؟ وما هي مهمة من غير يعني قيادة المرحلة الانتقالية بحد ذاتها، وشنو هي المهمة هذه المؤسسات؟ هل لها مهمة أيضا إعادة بناء مؤسسة الدولة ولا إعادة خلق مؤسسة دولة جديدة؟ كيفاش تكون هذه المؤسسات؟ أولا لما قلت أن على الشفافية باش نتطرق لأمر آخر، قلنا كاين التوافق يبنى على أولا نتحد مع بعض باش نقاوم مع بعض ونناضل مع بعض ونكافح مع بعض لتغيير هذا باش نتفق وندير التوافق والمبادئ هذه. لازم كذلك أنا أرى أنه ضروري ميثاق شرف يحكم كل هذه الأطراف، ميثاق شرف كذلك لإدارة يضم كذلك إدارة الخلاف ما بين هذه القوى السياسية، لأنه أثناء هذا الصراع وأثناء الأخر لربما الثورة المضادة ولربما المخابرات والنظام يعمل على تفكيك هذا التوافق ما بين القوى السياسية، وبالتالي أنا نجعل ميثاق شرف. ميثاق شرف هذا يكون في عدة نقاط، من أهم النقاط هذا عدم التفاوض مع النظام على كل واحد على الأقل إلا إذا كان باتفاق الجميع، هذه أولا. ثانيا كل إنسان الالتزام والتعهد على احترام المبادئ التي سوف تقوم عليها النظام المزمع يعني تأسيسه بعد التغيير السلمي والسلس للنظام. وفي أمور أخرى، هذا ميثاق الشرف هو لربما اللي وإذا كان حتى في هناك خيانات وكل شيء والأرضية الجامعة والنقاط هذه يكون الشعب الجزائري كامل على علم، وميثاق الشرف كذلك الشعب الجزائري كامل على علم بالنقاط التي تحتوي عليه هذا ميثاق الشرف. يعني أنا الخطة نتاعنا اللي ماشي كأقترحها ولا للمتداولة هو أرضية جامعة، ميثاق شرف، واستراتيجية لإدارة الصراع مع السلطة. هذه الثلاث نقاط لو يجتمع عليها الفاعلون هنا من القوى السياسية، ولا نكون صريح معك يا أخي من حكم التجربة، وكذلك أنا أنصح أخي في المهجر ما تكونش هناك أحكام مسبقة. الأحكام المسبقة هي اللي أدت بنا إلى الكارثة، إلى ما حصل في التسعينات. وكذلك لا ننسى أن النظام عنده مخابرات الشرطة الأخرى، وكذلك كل يوم يدي النقاش إلى نقاش هامشي يدينا إلى ما الاختلافات تاعنا باش نناقشوا الاختلافات ويخلونا الأهم. إحنا لازم نتعلم من التجربة المصرية والتجربة التونسية ومن تجربتنا إحنا في التسعينات، لماذا سقطنا في هذاك الفقر؟ يعني للأمانة أقول، أنا أقول حتى التيار، أنا ما نحبش أقول التيار الإسلامي، ولكن للأسف نقوله التيار الإسلامي اليوم الأكثر تأثيرا في الجزائر تعلم من تجربة التسعينيات. أنتم أنا يا وأنا أقرب إلى التيار الديمقراطي، أنا ما كنتش في التسعينات من هذا التيار، ولحد الآن لست عضو، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لازم يكون يعني يتكلم من القلب، ما يتكلمش بحاجة أخرى، يتكلم الحقيقة حتى وتكون حقيقة مرة. التيار الديمقراطي للأسف ما زال في الغلطات، ما زال ما تطورش إلا بعض الأشخاص. وعلى هذا كل المبادرات اللي تقوم هنا، أنا شو اللي خايف منه؟ أنه التوافق إذا كانت هناك حسن نية والصدق، إذا ما كانش حسن نية ما كانش لقب، إذا ما كانش الصدق ما كانش توافق، إذا ما كانش حد أدنى من النزاهة الفكرية
ما يكونش توافق، إذا ما كانش الثقة ما بين الأطراف ما كانش توافق، إذا بقات الأنا ما يكونش توافق، إذا كان حب الزعامة ما كانش نفق. نشوف أنا هنا الناس الحراك هو اللي تعلم منهم معروف، الناس معروفين، ما كانوش قبل الحراك معروفين في 48 ولاية. اليوم بفضل الحراك والجزائر والجزائري عاطفي بشكله، خاصة الناس اللي دخلوا السجن، الحراك هو اللي جعل معروف، واليوم يتعاملون بواحد النظرة علوية باستعلاء مع الآخر. إذا في يوم إذا كانوا هما في 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 السلطة كيف يكون يعني تعاملهم مع الشعب؟ هل لا وعلى هذا نشوف أنا فيه الشيء اللي لربما يخلينا ننجح ونغير نظام ونقضي على نظام الاستبداد والظلم هذا، هو أن نكون صادقين في بعضنا بعض ويكون الثقة. قلت إذا كان توافقنا فسوف نتوافق على المرحلة الانتقالية، ما كاش أنا أظن في كل الدول يعني هنا يكون مسار تغيير. كيف يكون مسار تغيير؟ قلنا إذا كان مسار تفاوضي هو الأنسب، لأن ما يكونش يعني تكون حالة سلسة وسلمية، ولكن قلنا فوق الطاولة يكون ما بين القوى الفاعلة التي توافقت على الحل، يكون عندها اتفاق ما بينها. إذا رحنا كاين مسار آخر، مسار التأسيسي. المسار التأسيسي هنا يعني تتطلب يعني، هنا كان واحد الحصة تاعكم واحد قال قوى سياسية وأحزاب سياسية تكون عندها قاعدة شعبية ويكون من إطارات وكلش، وهذا أنا متفق معه. كذلك فيه تجارب، الإنسان لازم يقرأ تجارب الدول الأخرى، الشيلي، البرتغال، في لاكوري دو سيد، كيف هذه التجارب؟ لما لا نستنسخ بعض ما هو يتلائم مع الثقافة ومع العقلية الجزائري ونطبقها هنا في الجزائر. إذا كان توافق القوى السياسية بالذهاب حتى مع السلطة الفعلية اللي هو الجيش للذهاب إلى مرحلة انتقالية، وهذا ما نصبوا ليه وندعو الله أنه الناس هذو يتقوا الله في هذا الوطن، إلى مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية يكون إما رئيس ولا مجلس رئاسي، هذا ما يهمش. شكون اللي يشكل هذا؟ يمكن القوى السياسية المتوافقة فيه الجزائر عندها رجالها، عندها رجالها سواء هنا في الجزائر وفي الأخر اللي نزهاء ويشهد لهم الجميع بالنزاهة والأخر. ولكن كنا حددنا المبادئ اللي تكون عليها الجزائر بعد التغيير. هم بعد إذا كان احنا عارفين وين نروحوا والاساسيات لي فوندامونتو يعني كتبناهم وتوافقنا حولهم، شكون اللي يروح زيد ولا عمر ما يهمش، لانه هذا المجلس الرئاسي او رئيس والاخر هاو محصور في هذه المبادئ اللي توافقوا عليها القوى السياسيه من قبل. المجلس الرئاسي واش راح يقول؟ راح يعين حكومه ذات كفاءات. أنا كالأخر نقول حكومة مصغرة لإدارة هذه المرحلة الانتقالية، وهي هذه الحكومة المؤقتة تكون مؤقتة طبعا لمدة معينة. وش تقوم؟ أول شيء اللي تقوم به إذا سواء نذهب إلى برلمان أو مجلس تأسيسي فهناك انتخابات، فبالتالي تغيير قانون الانتخابات. هذا القانون للانتخابات يكون الشعب يوافق عليه طبعا، اما الذهاب الى برلمان انا نمد يعني المؤسسات، ولكن كمواطن ماشي انا اللي راح نقول، هذا القوى السياسيه المتفق عليها الاخر تكون ديجا تفهمت اما الذهاب الى انتخاب مجلس تاسيسي او سميه برلمان، اللي كاين للاسف الشديد احنا خاصة نقولها صراحة المخابرات والعمال عملوا عن شيطانوا المجلس التأسيسي، وكأنه هذا شيء الأخر هو ذا خوف، لأن الذهاب إلى مجلس التأسيسي ولا مرحلة انتقالية هذا يعني أننا قضينا على منظومة الاستبداد وإحنا ذاهبين إلى بناء وتأسيس دولة الحق والقانون، وعلى هذا اللي شيطنوا المرحلة الانتقالية ونسوا باللي الجزائر في مرحلة انتقالية من 62 وإحنا في مرحلة انتقال إلى اليومنا هذا. والمجلس التأسيسي لم ينادوا به اليوم الجزائري، اليوم نادوا به حتى
في 56 نادوا به في 76 الاخرى فرحات عباس مع بن خده وكل. وبالتالي هذا المجلس التاسيسي ماهوش وليد اليوم احتفل عشرينيات من شمال افريقيا بارك الله فيك. وبالتالي هذا النظام اجعل في اذهان الناس انه المرحله الانتقاليه خطر على المستقبل الاخر شيطنها. ونسى هو في التسعينات درنا مرحله انتقاليه حتى اليوم رانا في مرحله انتقاليه رانا الاوضاع ماهيش مستبده ماهيش مستقره. وقلنا اذا ذهبنا الى مجلس رئاسي او رئيس واحد ولا ما يهمش شوف اتفاق حكومه مصغره ذات كفاءات يعني لاداره هذه المرحله فقط تقوم بانتخابات لتغيير قانون الانتخابات ثم بعد ذلك لما ينتخب البرلمان نقدر البرلمان هو اما نذهب الى نظام برلماني او نظام رئاسي فهمت. وبالتالي هنا نقدر يعني البرلمان التجربة التونسية البرلمان هو مثلا هو اللي مانيش شافي يعين الرئيس او هذا كل شيء. احنا عندنا الحلول موجودة ولكن الحلول الأنجع والحلول هي التي توافق عليها القوى السياسية الفاعلة في الجزائر اليوم. المشكل أظن أنه المشكل في اليوم كيف نجمع هذه القوى السياسية باش تتوافق. للأسف كان عدة مبادرات. اليوم المشكل ماهوش أنه النظام قوي، المشكل أنه القوى السياسية هذه ما قدرتش تجتمع ما بينتها لحد الآن. أظن لو يجتمع التيار الإسلامي والتيار اللائكي أظن أن عودة المسيرات سوف يكون يعني خاصة إذا قاموا بإصدار نداء ودعوا الشعب إلى العودة بصراحة إلى عودة الحراك. أظن أنه سوف تلبى الدعوة وسوف تكون مسيرات مليونية أكثر من اللي كانت، لأن الأوضاع اليوم في الجزائر أوضاع صعبة سواء كان بفضل يعني بتأثير جائحة كورونا أو اللي أدت إلى مشاكل اقتصادية. واليوم يا أخي إحنا عايشين في الجزائر كثير من المؤسسات خاصة الخاصة راه تغلق الأبواب وكثير من الناس فقدوا مصدر الرزق. وإحنا كل الخوف نخافوا من ثورة الجياع وهذا هو اللي سوف تأتي على الأخضر واليابس. لذا توافق أنا أقول أن القوى السياسية اليوم من خلال منبركم يا سيدي الكريم أن نقول القوى السياسية وخاصة الناس اللي عرف بهم الحراك جنون لهم مسؤولية عند الشعب عند الله أنه إذا كان هناك انفلات إذا كان بقوا ساكتين لأنه لحد الآن لا أحد منهم يتكلم ما خذش المسؤولية. من أراد أن يكون من ضل الجزائر لازم أن يأخذ مسؤوليته ويأخذ المخاطر. الزعيم يكون في الصفوف الأولى ما يستناش حتى الشعب يخرج هو يدير اللايف. لذا أنا أسمحني خرجت عن الموضوع لأنه الأمر خطير. أنا أنادي النداء إلى كل من هو يعني يعتبر روحه زعيم أن يأخذ المخاطر وينادي الشعب الجزائري لعودة الحراك، لأنه الحراك هو كذلك سيكوريتي. الأوضاع الاجتماعية خطيرة، الحراك هو اللي يخلي ما يكونش هناك انفجار اجتماعي. شكرا سي مصطفى عتوي. ولو انه كما قلت انت راك خرجنا شويه على الموضوع الا انه هذا كان مهم جدا. قبل ما نزيد نطرح عليكم مساله واحده اخرى نمد الكلمه للاستاذ عثمان بن زاوي اللي عنده اضافه او ملاحظات. شكرا شوقي. هي سمعنا الكثير اليوم من الاخوه. هي كان سؤال في كومنتير تاع فيسبوك، سؤال كيسيون بيرتينونت، يقول لك علاش هذا الاشكال تاع التوافق
إذا وعلاش ما نروحوش للانتخاب؟ والانتخاب هو الشعب، هو اللي عنده الشرعية، هو اللي يعطي الشرعية السياسية، ويتم التوافق عن طريق الهيئات المنتخبة. احنا ربما لازم نذكروا باللي مشكلة التوافق هي مشكلة دائمة في الصراع السياسي. ديمقراطية كنظام حكم هو نظام يطرح إشكالية التوافق أو الاتفاق سلمياً على الإشكاليات والاختلافات السياسية، هذه هي الديمقراطية، عن طريق ممثلين شرعيين للشعب الجزائري. احنا علاش الآن عندنا إشكالية هذا بناء هذا التوافق خارج عن النمط الديمقراطي؟ لأن الوصول إلى الديمقراطية الآن عنده لازم نفوتوا من مراحل. المرحلة الأولى اللي قالها الأستاذ عطوي هي أن هذه السلطة ما حباش ديمقراطية، هذه السلطة تلعب بالمؤسسات وبالواجهات باش تقول باللي رانا في ديمقراطية، ولكن اللعبة السياسية ماشي ديمقراطية، لأن ما كانش حريات، ما كانش حرية التعبير، حرية التنظيم، حرية الممارسة السياسية، وكل حريات اللي تمكن من هذه الحياة السياسية اللي تنتج بطريقة طبيعية توافق سياسي. دونك في هذه المرحلة وين ما عدناش مناخ وين قادرين نبني توافق بطريقة شرعية والديمقراطية بانتخابات يعطي فيها الشعب الشرعية للممثلين باش يتوافقوا حول الحلول التي يجب أن يجيبوها للشعب الجزائري، توجبنا من وجود آليات جديدة، آليات أخرى باش نوصلوا لهذه المرحلة وين التوافق يكون يومي، يكون على كل مشاكل الجزائريين اللي مطروحة في الساحة السياسية، وين الشعب الجزائري عنده آليات باش يعبر عن حلول تاعو عن طريق ممثليه ولا بطريقة مباشرة في بعض الحلول الديمقراطية المباشرة اكسترا. دونك الآن وعلاش الآن غنطرحوا إشكالية التوافق؟ لأن ما راناش وصلنا للمرحلة هذه وين قادرين نوصلوا للانتخابات وين الممثلين تاع الشعب قادرين يتحاولوا بيناتهم وينشجوا أغلبيات تدير هاد المشاكل تاع البلاد. التوافق اللي قال عليها الأستاذ عطوي والأستاذ القامة، كيفاش نوصلوا إلى التوافق حول قلب موازين القوة؟ الآن السي عطوي أعطى بعض الحلول وبعض الاقتراحات حول هذا التوافق باش نسقطوا النظام. قال ربما نسيي كيفاش انكوريج سي جو مو ترامب سي عطوي، ولكن قال قبل ما نقدروش نمشيو إلى التفاوض مع النظام، التفاوض حتمي، ولكن ما نقدروش نمشيو مع التفاوض مع النظام إذا ما كناش متحدين، وإذا واحد يمشي يتفاوض مع النظام بطريقة تحت الطاولة. Si je peux résumer ce que vient de dire c'est Atoui, لازم نتفقوا على كيفية التفاوض مع النظام. هذه أطروحة اللي في dans sa perception politique تقول باللي التفاوض مع النظام حتمية، ما عندناش طريقة أخرى في إدارة الصراع مع النظام إلا التفاوض معه حول إشكاليات، حول كيفية ذهابه من السلطة أو تسليمه لسلطة شرعية للجزائريين. قال أستاذ القامة المشكل العويص اللي لازم نشوفه كيفاش نحلوه هي كيفية اتفاق والتوافق على حل ما يمكن أن يكون الثورة المضادة. إذا مكننا باش نسقطنا النظام هذا لازم نكملوا في التوافق باش pour pouvoir je dirais résister et ensuite contrecarrer
la contre-révolution qui se préparerait dans des organes parallèles. Donc, ça, c'est déjà une étape supplémentaire. C'est-à-dire, Rana, Sunna, l'Idar Tsera, Rana, Nhina, Nidam, Rana, Nchoufou, Kifesh, Hed, Marhala, Bad, Sokot, Nidam, tout Seyir, Min, Ejl, N, Tekun, Shreya, ou Tekun, Sulta, Shabia, Lihad, N, Parik, Bad, mécanismes CSIA, tout elle nous évite la contre-révolution. Donc ça, c'est une condition, c'est un prérequis qui est important, enfin, c'est un prérequis important à la convergence. Il faut bien comprendre qu'il y a une contre-révolution qui est inhérente à toute révolution et qu'il y a besoin de se préparer ensemble à cette contre-révolution. Après, la question, nous savons que des chiarats qui ont dit le peuple algérien dans l'Irak, c'est la matière 87, c'est le retour à la charia chabia. Si nous étions sûrs de la charia chabia, toutes ces accords qui peuvent prendre entre nous, nous n'avons pas la charia chabia. Nous avons كل واحد راه يحاول يعطي حلول يعطي نضال راه يناضل من جهة إلى أخرى باش يعطي بعض الاقتراحات باش نوصلوا إلى توافق حول إدارة المرحلة الانتقالية ولكن الشرعية الشعبية معناش on a pas de choix que de revenir à la souveraineté populaire pour exercer réellement هاد التوافق عن طريق الشرعية الشعبية والشرعية السياسية إذن لهذا الرجوع إلى المؤسسات الشرعية من أجل إنتاج التوافق لهذا ربما بعض الناس في الحراك يطرحوا ضرورة الرجوع إلى مجلس منتخب الناس يسموه مجلس تأسيسي والناس يسموه برلمان والآخرين يسموه ندوة وطنية وليست منتخبة ولكن لازم نرجع إلى بعض الميكانيزمات وبعض المؤسسات التي تعطي الشرعية السياسية الحقيقية من أجل إعادة تأسيس الدولة الجزائرية وإعادة تأسيس اللعبة السياسية اللي ترسخ هذه الديمقراطية. Donc je pense que on a comme ça deux visions qui ont été apportées par Siatoué ou Séanis Al-Qama, qui ne sont pas si divergentes que ça, parce que l'objectif, finalement, c'est d'arriver à un système démocratique où ce sera le peuple qui sera l'acteur de la convergence, puisque c'est lui qui va voter avec des majorités qu'il aura lui-même décidé comment se construira la convergence, sur quelle base, sur quel projet, puisque ça sera aux élus de présenter des projets, et c'est au peuple de choisir les bases de cette convergence-là. Donc aujourd'hui, si on doit converger, on doit converger sur comment arriver à ces mécanismes de choix du peuple, et donc de règles du jeu politique, et donc savoir si le retour au choix du peuple se fait dans un an, se fait un ou deux ans après le départ du pouvoir, et comment gérer la période de transition pour que les mécanismes de démocratie, de choix du peuple qui sont aujourd'hui complètement désavoués, qui se font aujourd'hui sur un président omnipotent ou qui se font sur un parlement qui n'a aucun pouvoir, quasi aucun pouvoir. Donc il faut se mettre d'abord d'accord sur les mécanismes du retour à la légitimité populaire pour que le choix du peuple puisse consacrer des majorités qui puissent régler les problèmes des Algériens. Donc on arrive à quelques convergences là-dessus, et je pense que la clé du débat qu'on pourrait entamer, c'est comment revenir à construire des convergences d'une manière normale, démocratique, qui soit une vie normale, politique, dans un pays démocratique, avec des conflits, c'est normal, avec Irtilafet CSIA, Nodar CSIA, ou Hulul CSIA, et Tahoua Hadou Hadou, ou Imchiou le Chab. يسموت عليهم الشعب باش يعطيهم الشرعيه باش قادرين يحكموا ويغيروا في الاوضاع في البلاد دونك جو بونس كو سي اون بوفي ديسكوتي انصامبل سور كومون اريفي ا ان سيستيم كي بيرميت سو جور دو كونفيرجونس اي دو كومبرومي بوليتيك بار اون فوا ديموكراتيك سي
Et pourquoi on a besoin aujourd'hui d'un compromis en dehors de la voie démocratique? Parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de produire une démocratie et de voir combien de temps il nous faut pour arriver à produire une démocratie. C'est aussi des éléments qui peuvent nous apporter, voilà, des éléments méthodologiques qui peuvent nous éclairer sur pourquoi et comment la convergence. مرسي عثمان. شكرا استاذ عثمان بن زاغو على هذا التعقيب هذايا. اذا بقاو لنا حوالي نصف ساعه باش نختموا الحوار تاعنا اليوم. نزيد نكملوا في طرح الاسئله من بين النقاط التي رفعت لحد الان مع مختلف المتداخلين، هي انه لازم يكون هناك يعني اتفاق وتوافق بين شكون، بين القوى الفاعلة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، شكون هي هذه القوى الفاعلة؟ إذا كانت هناك قوى فاعلة من 22 فبراير لحد الآن وما زال يعني السلطة تدير رأيها، إذا هذه القوى الفاعلة يا ما عندهاش شعبية حقيقية، أنا باداسيس بوبولار غيال، يا هي غير موجودة. أستاذ عطوي إذا سمحت فقط. تفضل أستاذ، تفضل. على بالي راه كيسيون كيفاش هذه، يعني راه كرسي كيفاش. لا كان واحد السؤال سي بن زقو، قال أحد المتداخلين ولا الآخر قال لك لماذا لا نذهب ثاني إلى انتخابات. بن زقو أعطى سؤال ثاني، لماذا لا نذهب إلى انتخابات في هذا الوقت؟ وباختصار ما نقدرش نروح الانتخابات ونرشم حميدة ونلعب حميدة. إذا كان ذهبت انتخابات في ظل هذا النظام، يسمى المشكل فيا ماشي في النظام، المشكل في الشعب. احنا الشعب كل من خرج للانتخابات لا يعترف بشرعية هذا النظام، وبالتالي نذهب لانتخابات، والانتخابات باش الشعب يسترجع سيادته لازم يكون الشعب هو السيد، هو صاحب السلطة. وباش يكون صاحب السلطة لازم يكون تغيير للنظام لقواعد اللعبة يقبلها الجميع وتخدم الجميع. وفي هذه الطريقة لما تكون ديمقراطية وقواعد اللعبة يعني مكشوفة واللعب فوق الطاولة ويكون نظام ديمقراطي، نظام الشعب اللي غيره بسلميته وكلش، في هذه الحالة لا مفر أن نذهب إلى انتخابات. الانتخابات هي صح، هي الفاصل. أنا كمواطن جزائري غدوة نذهب للانتخابات، مانيش إسلامي. لو يجي واحد الناطي نقبل به، يجي إسلامي نقبل به، يجي علماني نقبل به، هذه هي الأخرى، هذه هي الديمقراطية اللي نصب إليها. ولكن نخمم برك نقول باش نذهب للانتخابات وكل أخر، لازم كذلك احنا نحو الأحكام المسبقة. الأحكام المسبقة أنه إذا فاز الإسلاميين نولي أفغانستان، لا الجزائر ما تصبح لا أفغانستان. يذهب ما حتى وفي 92 لو أنه الجيرانات ما حبسوش لوط ما كناش نذهبوا لأفغانستان، لأنه آنذاك كان القانون يسمح لرئيس الجمهورية بحل البرلمان، وكان الحكومة تسقط، وبالتالي كل هذه الأمور يعمل عليها أعداء الديمقراطية وأعداء باش تكون السلطة للشعب باش يمروا الأجندة نتاعهم. ولهذا ذهاب الانتخاب في هذه الانتخابات غير قوائم انتخابية. احنا اليوم أي حزب رغم أنه القانون موجود ولكن لا يستطيع باش يكون على باله مراجعة القوائم الانتخابية. على بالك هذا النظام عنده واحد 2 مليون دوغوا، يعني عسى. وبالتالي الذهاب الى انتخابات هو كما مضيعه للوقت في هذه في الظرف الحالي. والله اسمح لي الاخر نسيت السؤال تاعك لانه اذا كان لا عملت مليح اللي عاود اجبت على السؤال هذا، اللي نعاود نذكره كان سؤال مطروح عبر صفحة الفيسبوك. سؤال تاعي يعني نعاود نرجع له، اللي هو وين شكون هي هاد القوى الفاعلة، ولا وين راهي هاد القوى الفاعلة؟ شوف الحراك ما أبرش قوى فاعلة. الحراك عرف وبرز شخصيات فقط،
شخصيات لم تكن معروفة، وأنها كانت معروفة في بعض الولايات ولكن لم تكن معروفة بالمقدار اللي موجود اليوم. كان بعض الشخصيات اللي عرف بها الحرب، لكن القوى السياسية فيه قوى معارضة، معارضة بالاسم فقط، وفيه قوى موالاة، وهي مش موالاة، هذه ماشي قوى والله وأحزاب، هذه أنا سميها أجهزة، هي أجهزة مكلفة بمهام من طرف مخابر السلطة. وبالتالي كاين قوتين في الجزائر، كاين تيار علماني ممثل في بعض الأخر وهو ضعيف شوية خاصة في الآونة الأخيرة لأسباب ما، وفيه التيار الإسلامي، التيار الإسلامي اللي هو خارج السلطة، خارج ميت وغير معترف به من طرف السلطة. هذا شوف هذه هي القوة، لو يتحد هذا التيار مع هذا التيار أنا أظن وأعتقد جازما أنه الحراك سيعود بقوة، وسوف تكون هناك موازين قوة لصالح الحراك ولصالح الثورة الشعبية. وهذا هو الشيء اللي متخوف منه النظام، النظام يعمل. واليوم نقول لك أنا حتى الشعبي والمواطن البسيط، مثلا مسألة التمثيل ومسألة المشروع السياسي كان شيء كأنه كي تقول له مش ذاهبين المشروع السياسي كأنه قلت له كلمة مش مليحة. اليوم أي مواطن، أي مناضل، أي ناشط اليوم مقتنع أنه يجب أن نذهب ويعود الحراك إن شاء الله بمشروع سياسي بمفاهيم، ويقول وكل من يخرج ويعود ولا يروح المسيرة يعرف وراه رايح. وعلى هذا ننادي كلش إلى التوافق، توافق مش الأسم توافق، ولكن بأرضية جامعة وببيان معلوم وممضي من أشخاص معروفين من ممثلين لهذا التيار العلماني ولهذا التيار الإسلامي. مش ينشط، وحتى نقول لك أن حتى الشخصيات البارزة، سيد الكريم أنا لما أتكلم الخوف من الله فقط، لما أتكلم بصراحة وكلم حبة من حبة ما كره من كره، ما كان شخصيات هنا في الجزائر مرموقة معروفة وعندها نخل الحراك، قلت لك عرف شخصيات وما هاش عندها الوزن اللي هو يظن أنه عنده. ولكن التيار الإسلامي الموجود واللي عنده تأثير معروف، والتيار اللائكي ولا العلماني الموجود في الجزائر وعنده معروف وعنده مصداقية حتى عند التيار الإسلامي، معروفين هادو معروفين. ولهذا من أراد أن يكون بطريقة أو أخرى أنا نقول له يحبوا يكونوا يعني عبر رمضان أو أي تحمل. اليوم في المسيرات الجميع يرفض صور عبر رمضان، يحبوا يكونوا منضلة في الجزائر، يكونوا في الصفوف الأمامية ويكون بوضوح قال لك اخرج الربي عريان يكسيك، ما نلعبوش تحت الطاولة. اليوم لازم بالمكشوف، لازم الشعب لما يعرف يخرج يعرف وراه رايح، وباش يعرف وراه رايح لازم هذو الناس يخرجوا ببيان معلوم معروف وينادوا إلى ويأخذوا المخاطر. لأنه صراحة اللي باش يكون زعيم كان أمبريابي، البريابي لازم يتقبلوا، هذا هو. شكرا سي مصطفى عطويس. أنيس القامة هنا سي عطوي يرفع لنا نقطة مهمة جدا، واللي هي نقطة النخبة، يعني هاد الناس اللي تحب تتقدم اللي تقول بلي راي مستعدة أنها تقود ولا تكون في 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 الصفوف الأولى من الحراك، لازم تخرج صح للشارع وتبين نفسها أمام الشعب بهذه الإرادة هذه. وهنا يعني نعود نرجعوا للنخبة اليوم، هل توافق هاد الصعوبة في إيجاد توافق راجعة إلى انعدام نخبة
تتماشى وتغير اللي عاشوا المجتمع الجزائري خاصة في العشرين سنة الأخيرة، وين يعني حتى ولو كان تحت نظام بوتفليقة إلا أن المجتمع تغير كثير بالنسبة لما كان عليه في الثمانينات والتسعينات، وما كاش نخبة تواكب هذا التغيير هذا الاجتماعي اللي حدث. هل هذا هو الإشكال الأول أمام وجود توافق حسب رأيك؟ المشكل الأساسي هو أنه حتى واحد في الجزائر ما يقدر يعرف التشكيل السياسي الجغرافية السياسية تاع المجتمع الجزائري، لأنه ما كاش صبر الآراء بطريقة واضحة، يعني غير النظام السياسي اللي هو يدير صبر الآراء بطريقة تاعو، يعني يستعملها للأغراض تاعو. ما نعرفوش التشكيلة السياسية، يعني الوزن الحقيقي للتيارات المختلفة في المجتمع الجزائري. وزيادة عن ذلك يوجد تحولات التي هي تحولات في كل البلدان ذو أغلبية إسلامية التي جرت في العشر سنوات وعشرين سنوات الأخيرة بسبب العولمة وإلى آخره لأسباب عدة، وقنوات تواصل اجتماعي ومنابر تواصل اجتماعي أيضا. أنا نفضل نتكلم الآن حقيقة أنه قدر نوصف المجتمع الجزائري منقسم إلى اثنين في التسعينيات وفي الثمانينيات. في الثمانينيات يعني من جهة كان إسلامويين ومن جهة كان علمانيين، ولكن الاستقطاب هذا الحاد اللي كان في الثمانينات والتسعينات نظن بلي ماهوش موجود الآن. وبنظرة أخرى أيضا أنا نفضل نقول إسلاموي وليس إسلامي، لأنه في الحقيقة 99% من الجزائريين مسلمين، ولا يحق لأحد أنه يحتكر الإسلام في حزب سياسي. وحتى في القرآن يقول لا تجعلوا لله أندادا، يعني ما ترجعوش رواحتكم خلفاء الله في الأرض ولا خلفاء لكلام الله وإلى آخره. ما راكوش كاسبين العلم باش تقدروا تقولوا رواحتكم بلي انتم احتكرتوا الإسلام وتسموا رواحتكم إسلاميين. أنا نفضل إسلاماوي، لأنه هو الاستعمال الإسلام لأغراض سياسية. من جهة أخرى لا أظن أنه كل الحدثيين هم علمانيين. يوجد حدثيين علمانيين، يعني نقدروا نتكلموا على عدة أشخاص في الساحة السياسية على سبيل المثال سعيد سعدي ولا أيت حمد، يعني ذكرت أيت حمد ولا عبان رمضان، لا أظن أنه تكلموا بطريقة واضحة على العلمانية. إذا راك تتكلم على اللائكية نظن بلي أيت حمد عمره ما تكلم على مرانيش مقتنع 100%، ولكن نظن عمره ما دافع على النظرة هذه بهذه الطريقة. ولكن كاين قطب حداثي وقطب محافظ. نفضل نشوف الأشياء بهذه الطريقة، لأنه الإسلام للجميع والإسلام لكل الجزائريين، ولا يحق لأحد لاحتكار الإسلام في حزب أو في هيئة أو في شيء من هذا القبيل. وأظن أنه في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي لا يحق لأحد أنه يحتكر الإسلام. ونظن أيضاً فيما يخص المسائل الخلافة والأمة الإسلامية إلى آخره، هناك مستجدات يعني في مناظرات حديثة في هذه الأشياء هادية اللي ينبغي أن الشعب الجزائري ينظر إليها ويجتهد كما قلت في النظرة أيضا إلى الجانب الديني والجانب الإسلامي. أيضا نظن باللي الاستقطاب الحاد اللي كان في الثمانينات اللي شفناه في الثمانينات بين على سبيل المثال الفيس والترسيدي ليس موجود الآن. ولكن في نفس الوقت لا نستطيع، يعني سواء كنا من القطب الحداثي ولا كيفاش نقول ولا المحافظ، نقدروا نقولوا بلي رانا في اغلبيه ولا لا. وهذا ما هذا واش راه يخوف الناس في الحقيقه. نظن بلي هو الخوف من المجهول، والخوف من المجهول هذا يخلي بعض الوجوه البارزة في الساحة السياسية ما تحبش تأخذ هذه المسؤولية، لأنه ما على بالهاش على وش حتمشي في الأيام القادمة ولا في الأشهر ولا الأعوام القادمة، ما على بالهاش وين رايحة الجزائر. وهذا مشكل كبير، لأنه رانا نحاول نكونوا مشي تحالف توافق سياسي على أشياء اللي ما نعرفوهاش. إذا الناس راهي متخوفة، الشيء اللي نعرفوه والشيء اللي نقوله دائما للناس
نقول لهم باللي الجيو استراتيجية وذكرها المصطفى عطوي بطريقة مختلفة، ولكن نذكر أشياء أخرى. أنني موافق باللي كان دائما صراع بين جهتين في البحر الأبيض المتوسط، وكان نيو أمبريالية وإلى آخره، ورغبة في البلدان أوروبا الغربية للسيطرة، هذا مفروغ منه. لذلك يجب أن نكون مغرب كبير موحد وقوة تستطيع أن تبرز في شمال إفريقيا، إلى وهي القوة المغاربية الكبرى. أنا دائما كل ما عندي الفرصة نتكلم على هذه النقطة هذه نتكلم عليها، ولكن في نفس الوقت ما راناش في جيو استراتيجية الثمانينات، مع الحرب الباردة، مع الجهاديين في أفغانستان ممولين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف القطب الرأس المالي ضد الشيوعية، وعلى بالنا باللي كان جزائريين راحوا في أفغانستان حاربوا ضد الاتحاد السوفيتي وعودوا ولو بأفكار متطرفة إلى الجزائر. هذا نحبه ولا نكرهه، كما قلت هل الجزائر قدرت ولي أفغانستان؟ أنا أقول غير ربي اللي على باله إذا كانت قدرت ولي أفغانستان. على الأقل على بالي بلي في الجزائر العاصمة كانوا يسموا مسجد قابول. إذا ما على باليش الأخ مصطفى عطوي وش كان قدرت تكون الجزائر. أنا ما قدرش نطرق إلى هذه الأسئلة هذوما، غير ربي اللي سبحانه اللي على باله. وش على بالي هو أنه كانوا أشخاص متطرفة، وكان النظام اللي كان يستعمل هذه الأشخاص المتطرفة باش يعاود يقود نفسه في السلطة، ويستعمل بعض الناس اللي كانت في بعض الأحيان في الخطابات تاعها توحي إلى التطرف، والنظام استعمل هذه الأشخاص. وحتى الأشخاص هذوما نظن باللي الآن تراجعوا بعض منهم، ماشي الكل. وأنا تكلمت مع عدة أشخاص من يعني اللي ما كانوش داخل الفيس، ولكن اللي شافوا هذيك الفتره هذيك. انا كنت صغير في هذيك الفتره، اذا لازم دائما نتناقش مع الناس اللي عاشوا هذيك الفتره باش نعرف حقيقه. وكاين ناس حقيقه قالوا بلي تلعبوا بالشباب وتلعبوا بعده اشخاص، سواء من جهه ومن اخرى، من جهه النظام ومن جهات اخرى. لا علينا باش ما نولوش في الخطاب تاع التسعينيات ولا تحليل التسعينيات، لأنه نظن باللي عمل هو عمل تاريخي، ولازم يقوم بطريقة حيادية وليس بطريقة سياسية. ولازم كل الأطراف الآن، وهذا رأيي الشخصي، كل الأطراف لازم تتفاهم. ما تزيدش تهضر على التسعينيات، ما لازمش تزيد تهضر على التسعينيات حتى ولو كان ضد النظام، لأنه كين تكلموا على التسعينيات ضد النظام كين طرف آخر يقول لك ولكن أنتم أيضا عندكم مسؤولية في هذه المأساة هذه. باش نعود نولي النقطة بر نضم باللي الاستقطاب السياسي في الجزائر الآن ليس استقطاب حاد. إذن باش نتكلموا في لغة الإحصائيات ولا الإحصاء ولا الستاتيستيك، معظم الجزائريين راهم متجمعين فيما يكون أو يستطيع أن يكون جبهة جزائرية متوسطة ولا معتدلة. ونضم باللي هذا الشيء يقدر يلعب لصالح الحراك، ولكن هذا لا يعني أنه ما يقدرش يكونوا الناس يتعاملوا في الخطابات السياسية بالغوغائية وإلى آخره، ما يقدروش يغيروا هذا التوازن. ممكن، ولكن باش نقدروا نعرفوا وش راح يصرى من ما يسقط النظام لازم ديجا نسقطوه. يعطيكم الصحة. مليحة هذه، عجبتني الاسم نسقطها والله غير مليحة. ندورو نعود نوليو انه المرحلة الأولى هي إدارة الصراع، توافق حول إدارة الصراع. نقاط مهمة تم ذكرها في حصة اليوم، واللي هي من بينها عاود نذكروا اللي هو ميثاق الشرف اللي تحدث عليه الأستاذ مصطفى عطوي بين القوى الفاعلة. تفضل أنيس. وي تفضل. أنا موافق 100% على ميثاق الشرف، وأنا من الناس اللي في المبادرات دائما نحث الناس على إمضاء على ميثاق شرف، وعلى الكلام يعني على تحديد ما نريده من جزائر الغد على الأقل، يعني جزائر مدنية وإلى آخره. اسمح لي برك نسيت هذه النقطة، ولكن أنا متاند 100% لهذا الميثاق شرف. ما أنا متأكد برك 100% معه، مادام ما قلت عليه هو لوسك راك موافق عليه. النقطة هذه يا أخي هكذا قالك الصمت دلالة عن الرضا، مادام سكت ما قلت هو لوسك راك موافق على هذا المبدأ هذا. إن شاء الله يعني الناس اللي تسمع فينا تأخذ بعين الاعتبار الكلام اللي قالوه الأساتذة اللي محاضرين معنا اليوم. كان كلام مهم جدا فيما يخص مستقبل
مستقبل إمكانية التغيير في الجزائر، ولو أنه أنا مؤمن بأن التغيير هذا حتمية يكون لا محل، لكن وش من تغيير راح يكون؟ هذا هو السؤال اللي نطرحه، لأنه التغيير جاي حبينا ولا كرهنا، من بين أمور الحياة أنه نمشي نحو التغيير. نحبيت نكمل الربع ساعة الأخيرة والعشر دقائق الأخيرة هذه اللي قعدنا بطرح لكم سؤال لربما وكان طرحناه من الأول لكن معليش نطرحه في الأخير. كل من أستاذ عطوي مصطفى وأستاذ أنيس القامة وكان تعطينا تقييم الحراك، ما هي نقاط قوى ونقاط ضعف الحراك حسب رأيكم باش نختموا بها الحصة تاع اليوم؟ أستاذ عطوي مصطفى، يعني تقييم أسكو هل يحق لنا تقييم الحراك أم لا، يعني كأشخاص لأن احنا أفراد فقط، ولكن نمدوا رأينا معليش. وقبل ما نمد رأيين تدخل في ما قاله الضيف الكريم ودخل في مصطلحات، أنا نظن يعني فيه استراتيجية تاع الحكام للتحكم في الشعوب، ومن بين الاستراتيجية هذه فيه خلق نقاشات ثانوية وهامشية لإلهاء الشعوب. احنا نظن هذا المصطلحات تاع الإسلاموية والإسلامي واللايكي، أنا نظن في هذه الوقت ماهوش الأخرى، حتى أنا ضد التسمية تاع الإسلامي، أنا نفضل الأحزاب الدينية كما هو معمول في الغرب، لأن حتى الأخطاء تاع الأحزاب الإسلامية هذه الإسلام بريء منه وما يحسبش على الإسلام، حتى ما يحسبش الإسلام، وفضل أنه نقول لهم أحزاب دينية. ولكن من الأفضل اليوم رانا في ثورة سلمية، لإدارة الثورة السلمية نبتعد هذه النقاشات، لأن النقاشات هذه النظام والسلطة الفاعلة تحب تجرنا لهذا النقاشات الهامشية باش ننسى الأهم. قلت القوة تاع الحراك، قوة الحراك هو أنه ما كانش هناك هذا النقاشات الهامشية، ما كانش كاينة والحداثة وكلش، كان المتبرجة مع المتحجبة، وكأننا في دولة، يعني حتى في الدول المتقدمة والدول الديمقراطية ما كانش كاينة هذه، كان الديني مع اللايكي ولا حتى الملحد. كذلك كنا نشوفوا أنه هذا الشعب الوعي، كنا احنا غلطين، كثير من الناس كانوا يحقروا هذا الشعب، ظهر أنه الحراك كان يسير لربما 80-90% والأحزاب ما يسمى بالأحزاب الأخرى كانت تمشي 10%. الحراك كذلك خلق وقضى على يعني في هذاك الوقت لما كانت المسيرات قضى شوية على الجهوية، خاصة في وقت قائد الأركان السابق، وين دخل الزواف وخلق واحد الأشياء لربما لولا وعي لطف رب العالمين، ولكن وعي الشباب ووعي سكان المنطقة، منطقة القبائل اللي أحييهم بهذه المناسبة، وسكان الجزائريين كل الجزائريين عموما، لكانت تكون حرب أهلية. هذه هي قوة الحراك، قوة الحراك في تماسكه في الملايين، قوة الحراك في سلميته، السلمية اللي أدهشت العالم كله، حتى في أمريكا الناس اللي عندهم يعني ديمقراطية قرون وقرون وما كانش عندهم مسيرات بالملايين وسلمية. هذه هي قوة الحراك. قوة الحراك أبرزت الناس اللي ما كانوش للأخر. أنا نظن الحراك اليوم راه يستنى لروتو داسانسور تاع الناس هذا، نقول لهم إذا فات خرج الحراك ما نحتاجوهمش من بعد. الحراك اليوم لربما بسبب كورونا، بسبب الأخرى هذا، ولربما هذا خير كذلك أرادوا الله في كل شيء للأخر خير. نظن اليوم اللي يحبي يولي زعيم هذه هي الفرصة نتاعو، لأنه إذا كان ما لبوش هذا طلب، وإذا كان ما ندوش إلى مبادرات يعني فعلية، بمعنى أنه ما عندهمش ثقة في هذا الشعب، أو يظنون أنه الحراك ما يرجعش. إذا فات حركة رجع الحراك سوف يتجاوزهم الحراك كما تجاوزت الثورة التحريرية مثالي وجمعته.
هو لهذا الحراك أظن أنا شخصيا لأن عندنا الأمل، الأمل في الله، أمل في الشعب، وأمل في أن لأنه الله سبحانه ثاني. أنا مانيش إسلامي كنا نتكلم هذا، ولكن جزائري أؤمن ومسلم، ولا مانيش بالتيار الديني، أنا أؤمن بالديمقراطية كنمط التسيير، ولكن الله سبحانه وتعالى ما يمدش النصر للصفوف لما تكون صفوف، يعني ما هيش صفوف واحدة، لما تتميز الصفوف الحراك غربل الناس، غربل ما زال يغربل، ولكن لما ولكن الصفوف راه تتميز، ولما تتميز الصفوف أعرف باللي ساعة النصر اقتربت، واليوم فيه اصطفاف، ونظن أنه الحراك غربل ومازال يغربل، وكثير من الوجوه سقطت وسوف تسقط في المستقبل القريب. وبالتالي احنا اولا الصبر، لان الثوره تاعنا دامت 7 سنين، اذا حتى واذا خرجنا وفشلنا والاخر نزيدوا نخرجوا ان شاء الله، نامل يكون عندنا الامل، لان النخبه كي قلت لي النخبه اخي، النخبه اللي ما تحسش بالام الشعب، الحسن النخبه اللي ما تحملش امال، ما تحسش بالام الناس وما تحملش امال هذا الشعب، هذه ماهيش نخبه، النخبه ليس شهاده. ونظن ان الحراك سوف يخرج نخبه جديده اذا كان نخبه الصف الاول خانته كما فعلت الثوره التحريريه. ونشوف اليوم الاستبداد، يعني راه يكثر، بالامس ما حصل في يعني في محكمه الدار البيضاء، وين البروكيرور يعني يطلب المؤبد الى شاب طالب جامعي، نقولوا عيب وعار عند الله تلتقي الخصوم، عيب وعار انه انسان انا لا اسميه مثل هذا الرجل قاضي، هذا ما عندوش لازم صفه القاضي، لما نطلب. وفي يوم في نفس اليوم للاسف الشديد احد عناصر العصابه يستفيد من البراء، هذه هي الجزائر الجديدة الذي يريدونها. نحن نريد دولة الحق والمساواة، لا فرق ما بين واحد معروف ولا مش معروف، القانون يطبق على الجميع. هذا هو شو نقول لك. شكرا لك أستاذ عطوي على هذا التدخل. هذا نس القامة نفس السؤال، يعني حتى ولو أنه عمل مليح الأستاذ عطوي كيعاود ذكرنا باللي إحنا ما باش ما نش هنا باش نقيم الحراك ولا حاجة، ولكن مدوا راينا لا بأس، مدوا راينا في رايك انتايا ما هي نقاط ضعف وما هي نقاط قوه الحراك. لا حتى وكان لا انسب الى القطب يعني المحافظ، نقول باللي حب الاوطان من الايمان، وباللي كل الجزائريين حاليا راهم في نظره وطنيه، على الاقل نظره يعني مدنيه ووطنيه، ولا استطيع ان اقول ذلك 100% في مدار في التسعينيات ولا في الثمانينات، ما نعودوش نقولوا الى هذاك الفتره التاريخيه، ولكن على الاقل عندنا النظره هذه المدنيه والوطنيه، وهذه ركيزه كبيره للحراك كما قلت الاستاذ مصطفى عطوي، هو انه كرسنا حقيقه واش معناتها الوحده الوطنيه. انا شفت عديد من الناس اللي ما كانوش عندهم علاقه بما يسمى الهويه الامازيغيه ولا الراية الامازيغيه، راحوا ساندوا هذا الشيء لانه قالوا بلي احنا ما ندخلوش في التفاهات هذوما، وما ندخلوش في التفريقات تاع الجيد صالح الى اخره، المقابرات اللي حاولت تفرق الشعب في هذا الجانب. كاين جانب اخر هو الرجوع الى التسعينيات والثمانينات، تحاول ايضا تلعب على هذه الاوتار، ونظن باللي الشارع وعامه يدنا الحراك يمكن عامه جاوب ايضا الى هذا. على سبيل المثال الاخ محمد تجديد، اخ محمد تجديد والاخوان الاخرين تكلموا على النورماليه، حتى ولو كان تبان يعني فيه شيء من يعني شيء جديد في هذا المصطلح هذا، ولكن انا سندت وانا قلت معليش روحوا مع النورماليه، معليش تفادوا الدخول في هذا الصراع الايديولوجي المفبرك، لانه في الحقيقه رانا نتكلموا على ايديولوجيات ربما التاريخ تجاوزها، وربما تاريخ الجزائر تجاوزها، وربما ما راناش في نفس الصراعات الإيديولوجية، وربما مور ما نسقطوا النظام راح نتكلموا على أشياء أخرى. ربما الجزائريين يقولوا شوفوا نتفاهموا باللي يكونوا في ديمقراطية في إطار ثقافة جزائرية، ولكن النقاش لازم يكون على الاقتصاد، أنا أعطي لي وش ناكل وش نشرب،
انا فهم لي وشنو كيفاش نخدموا الاقتصاد باش يكون متطور، وهذا شيء ايجابي لانه في حق في الحقيقه نظن بلي في الجيل هذا اللي رانا فيه، هذا الجيل الثوره والى اخره، على بعد كلمه على محمد التجديد، الناس اللي في عمرهم 25 سنه حتى 40 اللي ما عاشوش التسعينيات الى اخره اللي كانوا صغار، ما عندهمش هذيك النظره المستقطبه الحاده، وهذا ما يسهل نظن هذا ما يسهل نوعا ما التوافق، وليس التوافق يعني على اشياء تافهه، ولكن التوافق على الوطن وعلى البلاد، والتوافق باللي احنا عندنا وحده وطنيه ونعملوا بهذه الوحده الوطنيه هذه، وما نتجاوزوش الرغبه في بناء يعني في بناء شيء اخر من غير بناء الجزائر. الجانب السلبي هو انه مازال الناس مازالها متخوفه داخل الحراك، مازال الناس معليش نقولها، كاين الناس اللي عندهم عزة النفس كثيرة، وكاين الناس اللي تخمم على روحها، كاين الناس اللي راهي في أجندة وبروزنامة سياسية يعني بحتة، راهي تخمم على المصالح السياسية، كاين أحزاب سياسية مازالها تجاذب وتتجاذب يعني أطراف الحكم، ومازالها تحاول ومازالها راهي تحاول تدخل، وربما بعض منها تدخل في التشريعيات، أحزاب لي ساندة النظام وإلى آخره، وهذا ما يجعل بعض الناس في الحراك ساندة الحراك، وهذا ما يجعل بعض الناس في الحراك تقول باللي كان بعض الأحزاب خانتنا وإلى آخره. أنا أقول باللي من خان الحراك لم يكن أبدا في الحراك، من خان الحراك كان عنده حسابات سياسية من الأول، وعلى بالنا باللي أحزاب كانت عندها حسابات سياسية، على بالنا باللي أشخاص كانت عندهم أيضا حسابات سياسية، والحراك كما نقولوا راه يغربل، ان شاء الله كل ما رانا في هذه الثوره هذه كل ما حين غربلوا اشخاص واحد اخرين، وكل ما يتبين الخط الابيض من الخط الاسود كما كان يقول واحد قائد اركان الجيش. شكرا انيس القامة. سي عثمان بن زاغو في ختام جلسه اليوم. شكرا لضيوفنا، طرحوا اليوم الكثير من المواضيع، وربما من الصعب باش سي ديفيسيل دي سانتيتيزي اون كلكو فراز. انا ربما جو في روتينير دو شوز. لا بروميير سي سو كو ا دي استاد عطوي حول ضروره ان تخرج نخبه من الحراك تقود هذا الحراك. هاد وهضر بزاف على الزعامه وهضر على هاد الضروره باش تخرج هاد النخبه. ربما كما راه قال الاستاذ عطوي هضر على مرحله الثوره، الثوره كان فيها ربما نخبه ثوريه في هذاك الوقت، ولكن حابين يخرجوا من الزعامه جوستمون باش تكون هاد القياده تاع القيادة السياسية قيادة تجمع ويتفق عليها الكثير من الناس اللي عندهم ربما تاريخ نضالي، وعندهم ربما تاريخ وأفكار حول الحلول التي يجب أن نقوم بها كلنا في هذه البلاد، بلادنا كاملين، والحلول هي النخبة السياسية. ربما كان هذا المصطلح كان ربما نشخصوه، النخبة السياسية فيها نوع من النضال، وكما قال أخونا عطوي نوع من الشرعية في معاناة في العيش ما يعانيه الشعب الجزائري. هذا مهم باش النخبة السياسية تعرف ما هي صعوبات الجزائريين، تعرف ما هي صعوبات الشعب الجزائري، هذا مهم جدا. إذا ما تعرفش النخبة السياسية ما هي المشاكل والصعوبات تاع الشعب الجزائري، ماشي نخبة. ولكن النخبة السياسية أيضا هي اللي تطرح الحلول. إذا نقولوا باللي النخبة هي اللي تعرف مشاكل الشعب ولكن ماشي قادرة باش تطرح الحلول، والحلول تطيح بالمسمار، ربما رانا وجبنا على نفس السؤال، ما وجبناش على السؤال بأكمله. إذن فإن
النخبة السياسية هي اللي قادرة تتفهم مشاكل البلاد، مشاكل الشعب الجزائري، وتطرح حلول بطريقة ليس نظرية ولكن بطريقة عملية en termes d'opérabilité, en termes de priorité et en termes de capacité à engager des dynamiques politiques et sociales qui sont capables de transformer le pays. حتى واحد ما عنده خاتم عوف سليمان وما نعرفش نستناو من الحراك يخرج لنا نخبة عندها خاتم سليمان. لازم ربما الآن نتفقوا على أن المرحلة هذه اللي رايحين نعيشها هي مرحلة وين ربما يتنظم المجتمع مع كل المشاكل اللي رانا عايشونها. رانا عايشين من 60 سنة وين تراكمت المشاكل، وربما أكثر من 60 سنة تراكمت المشاكل كثيرة في هذا المجتمع، وفي المجتمع لازم يتنظم باش هو قادر يطرح الحلول وقادر يطرح في كل المشاكل اللي عايشها النخب اللي قادرة أيضا تسير هاد المشاكل وتطرح الجنير دي ديناميك دو سوليوشن ا سي بروبليم لا. دونك هذا ربما اشكال لازم نطرحوه بطريقه ميثوديك. يعني فو فريمون كون سوا تري ميثوديك دون لا ديفينيسيون دو سو كي كيل لا ريسبونسابيليتي. ما هي مسؤوليه نخبه سياسيه؟ المسؤوليه هي تعرف تتشكل تعرف سي ايدنتيفي les problèmes des Algériens, mais aussi poser ces solutions. Bon, dans la, on a entendu beaucoup notre ami Anis Al-Qama aussi parler de, je dirais, de représentation et de ligne de démarcation, de ligne de je dirais, de définition de ce qu'est la société politique. Qu'est-ce qu'il y a dans la société politique, dans la société de manière générale, et quelle est la priorité? قال سي أنيس القمة بلي الأولوية تاع ربما هذا الجيل الصاعد هو الاقتصاد، هو باش نلقاو الحلول الاقتصادية. ولكن ربما الشعب الجزائري راه يطرح بزاف الصوالح، راه يطرح ربما مشاكل اقتصادية، راي حب الخدمة، حب الرفاهية، حب يستمتع بحياة تاع الكرامة وتاع يلقى عمل قادر يغذي به عائلته، وقادر يفولوي دون سا في دون لا في دو لا سوسيتي. مي اي دوموند اوسي دو لا جوستيس، اي دوموند دو لا جوستيس سوسيال، اي دوموند دي دروا، il demande de l'égalité. Et tous ces problèmes-là ne se résolvent pas par magie. C'est un très long processus pour arriver un jour à une meilleure justice, un meilleur équilibre dans la société, une meilleure cohésion dans la société. La société vit des contradictions de classe, de revenus, de culture, vit ces contradictions comme toutes les sociétés. Et pour trouver une cohérence dans la société, il faut du temps. Et je pense que c'est de la responsabilité des politiques et d'un système politique d'être capable de faire émerger, de sortir des programmes, des projets, des partis et des personnes qui peuvent les mettre en musique et les prioriser. Et donc, au tout début, une situation très, très difficile, très historique, où il n'est pas de la réponse, il n'est pas concevable que la solution soit l'émanation d'une personne ou soit l'émanation d'un parti politique. Et c'est pour ça هذا السبب رانا نحوسوا على التوافق، لان المشاكل اللي رانا نعيشوها مشاكل كبيره جدا، مشاكل مؤسساتيه، مشاكل سياسيه، مشاكل اقتصاديه، مشاكل اجتماعيه، ولازم نوع من التوافق من اجل بدايه حل طريق الكبير اللي رانا ماشي نقومو به. والشعب الجزائري راه ماشي ان جور يبا دووار pouvoir prendre son destin en main et sécréter les personnes qui vont pouvoir solutionner ces problèmes là. Et donc c'est un très très long processus, et nous devons nous mettre d'accord sur les étapes de ce processus là et les étapes que nous devons faire dans la compétition politique et les étapes que nous devons faire dans un certain consensus politique, ne serait-ce que pour mettre en place, qui m'a dit, c'est à trouver les règles du jeu politique qui permettront à une compétition politique
de ne pas se faire sur un discours populiste. Moi, je suis, voilà, je parle bien, je suis intéressant, regardez, je suis populaire, mais se faire aussi sur la capacité, et surtout sur la capacité à solutionner les problèmes des Algériens. Et c'est ça la responsabilité politique, c'est d'être capable de proposer des solutions et des projets pour les problèmes des Algériens. Moi, je m'arrêterai là. Je remercie beaucoup nos invités qui ont donné chacun à sa façon des éléments, hein, des éléments pour le moment encore très nucléaires, très, comment dire, bruts de Hadith Tawafok. Et on espère qu'il y aura d'autres occasions de faire de Hadith Tawafok des choses beaucoup plus palpable et beaucoup plus, je dirais, concrète pour faire de ce consensus démocratique et politique quelque chose d'opérationnel pour la révolution que nous sommes en train de vivre. Et merci beaucoup. Merci. Choukran, Siwat Mamzaro. Choukran, Lik, Anis Al-Qama. Choukran, Lik, Oustad Mustafa. Atouyatikoum saha, les chers que tu m'aimes à la hissa de l'aujourd'hui. Inch'Allah, nous les tibouons. نكونوا فدناهم بحويجة على الأقل بحويجة إن شاء الله نتمنى أن نتلاقوا في ساعة الخير ربما نتلاقوا في الطريق قاع مش غير في ساعة الخير هذا راني متأكد منه إن شاء الله بيانتو لبندو لا ما مقبل قاع ماشي مشكل إن شاء الله بإذن الله شكرا لكم مرة أخرى نتلاقى في ساعة الخير شكرا لتابعونا لحد الساعة هذه على منصة التواصل الاجتماعي لمبادرة دستورنا كانت حصة الأربعاء المخصصة للتوافق تقدروا تعودوا تشوفوا هذه الحصة هذه عبر صفحتنا في الفيسبوك أو اليوتيوب تقدروا تشوفوا أيضا حصص واحدة أخرى لمبادرة دستورنا اللي تهم دائما الأمور السياسية اللي تهدف دائما إلى بناء هذا التغيير اللي خرجوا يطلبوا به الجزائريين والجزائريات منذ 22 فبراير 2019 يعطيكم الصحة تصبحوا على خير وملاقات الخير إن شاء الله تصبحوا على خير شكرا السلام عليكم اختطاف الناس اختطاف واستعمال العنف عشرين سنة وانتو ما القلنا بقى
وراكم رجعتوا هنا وحدكم ديريني يا القلايا. واليوم الجيري وقفت على دربة نساء ورجال وشبان من كل جهة. خرجوا 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 لزالجيريا خرجوا 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 لزالجيريا خرجوا. بينا نخلوا الكراسة نحلوا الدواسة ياللي نسحتوا الحاسة غير نفوق خليوا البلاصة يا طماعين رايحين تاكلوها قارصة. حكمتوا بالعصا وبلا سياسة وركعتوا قدستوا كسر الرياسة وخندق الحرير ورغموا الملاسة وامتياز المرتب وسلوك المحلاسة. روحوا 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 خليكم تروحوا روحوا 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 خليكم تروحوا. هادي الجيش جديدو خرجت تتقلب هاد القاعدة خرويطه باش تديروا لنا خشبه مرويطه خشبه.